السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة، عاملين ايه؟ انا دكتورة فاطمة نصار، هتكلم معاكم النهاردة في شابتر الانفكشن اند فاكسينيشن. اولا عايزين ندعي لزمايلنا، الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته وينصر المسلمين المستضعفين في كل بقاع الارض، اللهم امين. شابتر الانفكشن يا دكاترة، عايزة أقول لكم إنه بيعتمد على شطارتكم في الحفظ. يعني أنا لو هديكم نصيحة فهي إنكم تسمعوا فيديو الشرح كذا مرة، أو يعني تذاكروا الشابتر كذا مرة علشان بس تعيدوا على مسامعكم المعلومات، فتثبت مرة ورا مرة كده. إن شاء الله أنا هحاول أيسر عليكم على قد ما أقدر، وأحاول أسكم حاجات، بس كله يرجع لكم أنتوا في الآخر، يعني أنتوا شطارتكم، وربنا يعينكم بإذن الله. في الفيديو بتاعنا هنا هنتكلم عن 5 فيروسات، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هنتكلم عن 5 فيروسات وبكتيريا، تمام؟ هحاول أيسر عليكم المعلومات زي ما قلت، وكل ما نخلص فيروس هنيجي نعمل عليه علامة صحيح، تمام؟ نبدأ بسم الله. هنتكلم عن أول فيروس وهو الميسلز فيروس. الميسلز فيروس ده فيروس الحصبة، تمام؟ فهو بيعمل لنا مرض اسمه الحصبة اللي هو الميسلز. قبل ما أتكلم معاكم في الداتا، هكلمكم باختصار كده عن اللي بيعمله الفيروس ده لما بيدخل جسم الطفل، وبعدين ممكن أسكم حاجات، وبعدين بعد ما نخلص هاجي هنا على الداتا نقرأ الحاجات اللي احنا قلناها ونركز على الحاجات المهمة، تمام؟ عايزين بس نثبت حاجة، ان الفيروسات اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي لما بتدخل جسم الطفل، الفيروس لما بيدخل جسم الطفل بيفضل قاعد في جسم الطفل فترة اسمها فترة الحضانة، اللي هي الانكيوبيشن بيريود، تمام؟ الفترة دي الطفل مش بيبقى ظاهر عليه أعراض، تمام؟ ولكن الفيروس موجود جوه، تمام. بعد كده بتبدأ تظهر عليه أعراض فيك كده، أعراض برد وسخونية، تمام. يبقى أول حاجة بتحصل إن الفيروس بيفضل قاعد في جسم الطفل شوية، اسمها الانكيوبيشن بيريود، وفي الفترة دي الطفل بيبقى مش ظاهر عليه أعراض. بعد كده بيحصل له برد وسخونية، أعراض فيج مش بتدل على حاجة، تمام؟ بعدين بعد ما فترة البرد والسخونية دي بتخلص، بتظهر عليه فترة تانية من الراش، بتظهر عليه حبوب، تمام. والحاجة الراش ديت بيبقى ليها صفات معينة هي اللي بتعرفنا الفيروس ده فيروس ايه بالظبط، تمام كده؟ تمام. يبقى احنا هنثبت مع بعضنا ان كل فيروس هنتكلم عنه بيدخل جسم الطفل يقعد فترة اسمها incubation period، مش ظاهر عليه اعراض، بعد كده بتظهر عليه اعراض فيج، شوية برد وسخونية مش سبيسيفيك لحاجة، تمام؟ وبعدين بتظهر عليه راش اللي هي الحبوب اللي بتظهر عليه، تمام؟ نبدأ بقى في شرح الميسلز. بص يا دكاترة، ده الطفل بتاعنا، حاول بس نرسمه كده ما تضحكوش عليا. ده الطفل بتاعنا. ايه اللي حصل له بقى؟ اللي حصل له ان الفيروس دخل، هيقعد قد ايه زي ما اتفقنا؟ هيقعد حاجة اسمها incubation period جوه جسمه. الانكيوبيشن بيريود بتاعت فيروس الميسلز ده 10 ايام. يبقى الانكيوبيشن بيريود كام؟ 10 ايام. الطفل ظاهر عليه اعراض؟ لا، مش ظاهر عليه اعراض، تمام. الاعراض اللي تظهر بعد كده زي ما اتفقنا، اعراض برد وسخونية، تمام. اعراض فيج مش بتدل على حاجة، تمام. طيب اعراض البرد والسخونية دي قعدت عليه من 4 ل5 ايام. اختصارا يعني، وعشان نسهل على نفسنا الحفظ، نحفظ ان الانكيوبيشن بيريود 10 ايام، والبرد والسخونية او البرودروما ديت 5 ايام، نص المدة، تمام. تمام، زي ما اتفقنا. ايه اللي هيظهر عليه بعد كده؟ هيظهر عليه الراش. بص يا دكاتره،
الرشدي اللي هي الحبوب اللي هتظهر عليه. الرشدي ظهرت الأول، أو الحبوب دي ظهرت الأول ورا ودنه، تمام، وبعدين قامت ظهرت في الفيس بتاعه، وبعدين نزلت على الترنك الجزء، وبعدين راحت للإكستريميتس، تمام، الأبر ليمب، الأبر إكستريميتس دول، تمام، وبعدين نزلت على الصاي، وبعدين نزلت على اللور ليمب، تمام. طيب يبقى هي ماشية كده. الموضوع ده علشان تظهر من ورا الودن لحد الجسم ده كله قعدت قد ايه؟ 3 ايام على ما ظهرت كده، تمام. وبعدين على ما راحت، يعني لما جت تروح، راحت برضو من ورا الودن، وبعدين راحت من الفيس، وبعدين من الترانك، وبعدين راحت من الابر ليمبس، وبعدين الصاي، وبعدين اللور ليمب، تمام. فعلى ما راحت برضو استغرقت قد ايه؟ 3 ايام. يبقى الرش كلها على بعضها قعدت مع الطفل ده قد ايه؟ 6 ايام. يبقى الرش قعدت 6 ايام، تمام، تمام قوي. الرش اللي ظهرت عليه ديت، او الحبوب اللي ظهرت عليه ديت، نوعها ماكيولو بابيولار ريش. الماكيولو بابيولار ريش دي تقريبا تخطوها في الجلدية، اكيد اكيد. الماكيول زي ما احنا عارفين ان هي بتبقى حاجة مش بارزة عن سطح الجلد، اما البابيول بتبقى بارزة عن سطح الجلد، فهي دي نوع الرش اللي ظهرت عليه. وبالمناسبة معظم الفيروسات اللي هنتكلم عنها الرش اللي بتعملها بتبقى ماكيولو بابيولار ريش، تمام، ما عدا تقريبا واحد هنركز عليه بتبقى بابيولار بس، تمام، تمام. يبقى احنا كده زي ما احنا اتفقنا، قلنا الحاجات اللي اتفقنا عليها، انكيوبيشن بيريود قعدت معاه قد ايه؟ 10 ايام. تكرار يا دكاتره هو اللي هيخليكوا تحفظوا، تمام. بعدين ظهرت عليه الاعراض الفيج اللي هي مش سبيسيفيك لحاجه، برد وسخونيه عادي جدا، قعدت قد ايه؟ من 4 ل5 ايام. وقلنا تسهيلا على نفسنا هنخليها 5 ايام بس، اللي هي نص المده. وبعدين ظهرت عليه الريش، وعرفنا ان الريش دي قعدت 6 ايام، 3 ايام على ما ظهرت على الجسم، تمام، و3 ايام على ما راحت من الجسم، تمام، تمام. عايزين نقف هنا واقفه ونقول ان قبل ما الريش دي تظهر ظهرت حاجه اسمها كوبليك سبوتس. وكوبليك سبوتس دي من الحاجات اللي هتبقى كاركترستيك للميسلز، والفيروسات اللي احنا هنتكلم عنها هنلاقي فيها شويه كلمات كده هتبقى هي اللي هتدلنا على ان هو ده الفيروس، تمام. طيب الكوبليك ايه؟ حاجه سبيسيفيك يعني كده، تمام، حط عليها هايلايت. المهم ان الكوبليك سبوتس ديت بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن دوتس كده، نقط بيضة كده في البقه الميوكوزا بتاعته في بقه، تمام. النقط بيضة، اجيب لكم لون ابيض، ما علينا نعتبره ابيض، ماشي، نقط بيضة كده في بق الطفل، تمام. دي ظهرت قبل الريش، ودي حاجه كاركترستيك للميسلز، تمام. كده خدنا شويه معلومات عن الميسلز، نيجي نقرا الداتا بقى. نقرا كده مع بعض. الميسلز اللي هي الحصبة، مين الكوزيتيف اورجانيزم، مين اللي بيعملها؟ فيروس الميسلز، تمام. الانكيوبيشن بيريود بتاعته زي ما اتفقنا 10 ايام، مش ظاهر على الطفل حاجه. بعدين البرودروما اللي هي بتبقى اعراض برد وسخونيه، قعدت قد ايه؟ من 4 ل5 ايام، وقلنا تسهيلا على نفسنا هنخليها 5 ايام. واتفقنا ان البرودروما دي بتبقى عباره عن ايه؟ برد وسخونيه، برد، راينايتس، الكنج عينيه فيها التهابات، تمام، عنده كف، تمام، وعنده فيفر، الفيفر بتاعته من 38.5 ل40، تمام. يبقى هي اعراض برد وسخونيه، تمام، تمام. بعدين بعد البرد والسخونيه ايه اللي يظهر عليه؟ يظهر عليه الريش، تمام. طيب الريش دي appears on the fourth او fifth day of illness. مش احنا قلنا ان الانكيوبيشن بيريد بتاعته قعدت 10 ايام؟ انكيوبيشن بيريد قعدت 10 ايام، تمام. وبعدين جاله برد وسخونيه، قعدوا قد ايه؟ من 4 ل5 ايام. طيب يعني هنا اليوم الرابع او اليوم الخامس تبدا الرش تظهر في النهايه في اليوم ده، لا اما الرابع لا اما الخامس، تمام كده، تمام. واتفقنا ان هي ماكيولو بابيولار ريش. ادي الماكيول لما اللي هو مشاور عليها دي حاجه مش ريزد عن سطح الجلد، والبابيول بتبقى ايه؟ ريزد عن سطح الجلد، تمام. يبقى اتفقنا ان هي ماكيولو بابيولار ريش. ستارتس بيهايند الايه؟ بيهايند الاير زي ما اتفقنا، وبعدين امتدت راحت الفيس، وبعدين راحت
الترنك وبعدين الابر لمبس وبعدين راحت للسايز وبعدين اللور لمبس. اتفيدز لما جت مشيت، مشيت برضو في السيم اوردر اوف سبريد، يعني برضو مشيت من ورا الودن وهكذا. تمام، يبقى قعدت قد ايه؟ 3 ايام، سوري 6 ايام، 3 ايام على ما ظهرت ماشي و3 ايام على ما راحت، يبقى بالتالي هي قعدت 6 ايام. تمام تمام الريش دي بقى لما جت تمشي سابت اثر، صح ولا لا؟ اصلا يعني اي حبوب بتبقى عندنا لما بتمشي بتسيب اثر. تمام، الاثر بتاعها عباره عن البراونش بيجمنتيشن دي. تمام، قال ان البراونش بيجمنتيشن مي بريزيست فور من 7 ل 10 دايز افتر ديس ابييرنس اوف الريش، يعني هي بعد ما الريش مشيت سابت الاثر بتاعها اللي هي البراونش بيجمنتيشن. البراونش بيجمنتيشن دي قعدت من 7 ل 10 ايام. تيجوا نقول الديزيز ده قعد كام يوم؟ بص يا دكاترة، الديزيز ده قعد الانكيوبيشن بيريود بتاعته قلنا عليها 10 ايام ماشي، بعدين قعد من 4 ل 5 ايام، من 4 ل 5 ايام عنده اعراض، الاعراض الفيج اللي عنده اللي هي الايه؟ البرد والسخونية. تمام تمام في اليوم الرابع او الخامس بدأت تظهر عليه الريش. الريش دي قعدت معانا قد ايه؟ 6 ايام. بعد ما مشيت سابت الايه؟ البراونش بيجمنتيشن. يبقى دي الريش، دي الانكيوبيشن بيريود، تمام، دي البرودروما، هنا بقى الايه؟ البراونش بيجمنتيشن. قعدت معانا قد ايه؟ من 7 ل 10 ايام. دي المده بتاعت الايه؟ بتاعت الديزيز. بس الاعراض ظاهره من هنا، الاعراض ظاهره من اول هنا. تمام، تعالوا نكمل. هسالكوا سؤال، ايه هي الكاركترستيك فايندينج اللي انا قلت لكم عليها بتظهر مع الميسلز حاجه سبيسيفيكلي؟ تمام، الكوبليك سبوتس. الكوبليك سبوتس اللي احنا قلنا عليها بتبقى عباره عن نقط بيضه كده، عباره عن نقط بيضه ظاهره على الميوكوزا بتاعت البيبي. تمام تمام، الكوبليك سبوتس تعالوا نقرا، عباره عن جريش وايت دوتس اون اريثريموتوس جراوند ابير اون زي بقى الميوكوزا، سوري ابير اون البقى الميوكوزا ماشي، اوبزيت زي مولر تيس ابير وان دي بيفور ذا ريش. ده عشان قلت لكم هي بتظهر قبل الريش، قبل الريش بقد ايه؟ بيوم. تمام تمام، اند ريمينز فور 1 to 2 دايز، يعني هي ظهرت قبل الريش بيوم بس هي قعدت قد ايه؟ من يوم ليومين. تمام تمام، ات از باثوجنومونيك اوف الميسلز. نركز عليها بقى، كوبليك سبوتس ديت حاجه سبيسيفيك، حاجه لو احنا شفناها يبقى على طول ده ميسلز، على طول كده عرفنا ان هو ده فيروس الايه؟ فيروس الحصب. تمام، دي دكاتره الميسلز سيمبتومز زي ما قلنا ان هي كانت الاول عباره عن برد وسخونيه، حاجات مش سبيسيفيك لاي حاجه، فيفر، والبرد عباره عن كحه وراني نوز او راينايتس، وعندنا الاي بتبقى ريد وفيها ايه؟ وفيها التهابات. بعد ما الاعراض دي خلصت ظهرت الايه؟ ظهرت الكوبليك سبوتس اللي احنا قلنا عليها حاجه سبيسيفيك وكاركترستيك لمين؟ لفيروس الميسلز. تمام، سبوتس في الايه؟ في الماوس. وبعد كده ظهرت ايه؟ ظهرت الريش عندنا اللي هي ماكيولو بابيولار ريش. اسالكوا سؤال، هي الريش دي قعدت كام يوم؟ قعدت 6 ايام، 3 ايام على ما راحت و3 ايام على 3 ايام على ما ظهرت و3 ايام على ما راحت. تمام، طيب الانفكتيفيتي بيريود، طبعا اكيد الولد اللي عنده الفيروس دوت وظهر عليه الاعراض دي اكيد معدي، صح ولا لا؟ قال ان الانفكتيفيتي بيريود دي بتظهر 3 ايام، يعني بتبقى عباره، يعني هو يعدينا امتى؟ قبل ظهور الريش عليه، قبل ظهور الريش عليه بثلاث ايام، وبعد ظهورها بخمس ايام. تمام، قبل ظهور الريش عليه بثلاث ايام، تمام، اللي هي كانت فتره البرد والسخونيه دي. تمام، وبعد ظهور الريش عليه بخمس ايه؟ بخمس ايام. تمام، هي اصلا الريش بتقعد كام؟ ست ايام، فهي قبل ظهور الريش بثلاث ايام، وبعد ظهورها بخمس ايام. تمام، الكومبليكيشنز بقى اللي ممكن تحصل من فيروس زي فيروس الميسلز، هو ايه اصلا اللي ممكن يعمل كومبليكيشنز؟ ليه الفيروس، انا بقول لك دلوقتي ان الريش راحت لوحدها وخلاص،
اللي يعمل complications ان الطفل ده يكون مناعته ضعيفة، تمام، او الفيروس لما يدخل اصلا يضعف المناعة فتظهر عليه secondary bacterial infection، فالبكتيريا هي اللي تعمل كده، تمام. يبقى لا اما الفيروس هو اللي يعمل complications، تمام، لان مناعة الطفل ضعيفة، لاما بعد ظهور الفيروس يظهر بكتيريا، تدخل بكتيريا للجسم تهاجم الجسم وتعمل هي الكومبليكيشنز دي، تمام. تعال نشوف ايه هي الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل. تتوقعوا يا دكاترة الفيروس او البكتيريا اللي هيعمل لنا كومبليكيشنز دي هيعمل ايه في الجسم؟ هيعمل فيه انفلاميشن، صح؟ اه هيعمل انفلاميشن. هيعمل ايه يعني؟ تعالوا بقى ناخد الجسم كده من اوله لاخره ونشوف الفيروس او البكتيريا كومبليكيشنز يعني هتظهر عليه في صورة ايه. طيب نبدأ بـ CNS. بيقول لك باي دايركت فيروس انفكشن، الفيروس نفسه هو هيعمل لنا ايه؟ هيعمل لنا انكيفالايتس، التهاب، تمام. تمام. بوست فيرال انفكشن، بعد العدوى هيحصل حاجة اسمها اوتو اميون رياكشن. بص يا دكاترة، المناعة لما بيدخل فيروس او بكتيريا ساعات بتتلخبط وتهاجم، بدل ما تهاجم الفيروس تروح تهاجم تيشوز تانية من الجسم، او تهاجم الفيروس وفي نفس الوقت تهاجم تيشوز تانية من الجسم. فهو بيقول لك هنا ان المناعة برضو هتتلخبط وتهاجم مثلا التيشوز بتاعة البرين وتعمل فيها انكفالايتس، بس الانفلاميشن اللي حصل في التيشوز بتاعة البرين دي مش حاصل بسبب الفيروس، حصل بسبب ايه؟ المناعة. تاني حاجة الجيلان بري سندروم، اكيد عدت عليكم، معروف برضو عنها ان هي بتحصل بعد الايه؟ بعد الفيروس، بعد دخول الفيروس بسبب المناعة، الخطأ المناعي ده بيحصل الجيلان بري سندروم، تمام؟ تمام. تالت حاجة قال لك ان في حاجة اسمها slow viral virus infection، بتقعد من 5 to 10 years after infection، اللي هي عبارة عن subacute sclerosing بان انكفالايتس. بان انكفالايتس بقى كل التيشوز بتاعه كل التيشو بتاع البرين كله حصل فيه ايه؟ حصل فيه انفلاميشن، تمام. كلمه سب اكيوت دي هي بتبقى حاله ما بين الاكيوت والكرونيك، الاعراض بتاعته مش بتظهر ايه؟ مش بتظهر فجاه، تمام. يبقى اختصارا كده ايه اللي ممكن الفيروس او اللي يعمله ككومبليكيشن يعني؟ هيعمل في السي ان اس هيعمل انفلاميشن، يعمل انكفالايتس سواء هو اللي عامله او بسبب الخطا المناعي، تمام. تمام قوي. طيب ننزل تحت شويه في الجسم، عندنا الايه؟ القلب. ممكن يعمل فيه ايه؟ هيعمل مايوكاردايتس، تمام. الانفلاميشن التهاب في عضله القلب، تمام. بعد القلب تعالوا ندخل على الريسبيريشن وهنرجع للسكين في الاخر. اتفقنا انه هيعمل ايه؟ هيعمل انفلاميشن، هيعمل ساينوسايتس، جيوب الانفيه يعمل فيها التهابات، اوتيتس ميديا في الودان، لارينجايتس اللي هو الحنجره، تمام، يعمل فيها برضو ايه؟ التهابات، برونكايتس وبرونكيولايتس. طبعا احنا عارفين ان الرئه بتاعتنا فيها برونكاي وبرونكيول اللي هي المتفرعه منها، الصغيره المتفرعه منها، يعمل برضو انفلاميشن في الاثنين. ممكن يعمل نيومونيا او برونكو نيومونيا، ايزر باي الفيروس او ديو تو سكندري باكتيريال انفكشن، يعني الفيروس هو اللي يعمل لنا نيومونيا، تمام، او البكتيريا هي اللي تعمل لنا الايه؟ هي اللي تعمل لنا النيومونيا اللي احنا قلنا انه ممكن يحصل ايه؟ سكندري باكتيريال انفكشن. يبقى ده اللي ممكن يعمله في الريسبيراتوري سيستم، مجرد ايه؟ انفلاميشن. حاجات اصلا مش محتاجه حفظ، انت مجرد ما تقراها كده كلها حاجات منطقيه وتقدر تالفها من دماغك، يعني انت مجرد ما تعرف ان هو هيعمل ايه؟ هيعمل انفلاميشن، خد اجزاء الجسم كلها وقول انه هيعمل فيها انفلاميشن، تمام. نيجي على الجي اي تي، هيعمل ايه؟ اورال تراش، تمام، برضو عدوى، تمام، السريتيف ستوماتايتس، يعمل انفلاميشن في ايه؟ في المعده، والانفلاميشن ده ممكن يقلب بايه؟ بقرحه، السريشن، تمام. جانجرينس ستوماتايتس، ممكن تقلب ايه؟ تقلب بجانجرين، تمام. تمام. جاسترو انترايتس، يعمل انفلاميشن في الامعاء، تمام. طيب يا دكاتره نيجي للسكن. بصوا هو بيعمل ايه؟ بيأثر على الاوعيه الدمويه، ماشي،
وبيأثر على الصفائح فيعمل حاجة اسمها دي اي سي، بيأثر على الأوعية الدموية والصفائح فيعمل لنا حاجة اسمها بربرة فالمينانس. تمام، بربرة دي بتبقى حاجات برضو بتظهر على سطح الجلد كده. تمام، فهو حاططها من ضمن السكين لأن هي ظاهرة على السكين. ماشي، يعني هي سواء كانت حاجة مشكلة في الأوعية الدموية أو في الصفائح، بس هي ظاهرة على الإيه، على السكين. تمام، الدي اي سي بقى ده بيبقى الجسم بيستهلك الصفائح الدموية عشان يعمل جلطات. فالدي اي سي ده عبارة عن جلطات وفي نفس الوقت ايه، نزيف. احنا استهلكنا الصفائح الدموية في تكوين الجلطات وبعدين استنزفناها بقتش موجودة فبيحصل نزيف، والحالة دي بتبقى حالة خطيرة قوي. حتى بيقولوا عليها this is coming، يعني طالما حصل دي اي سي يبقى الديس خلاص هيحصل. تمام، مي كومبليكيت زي سيفير كيسز، ماشي، اوفن ميسلز، ماشي، بليدنج ان السكن، بيحصل بليدنج زي ما احنا بنقول اهو، ويز جانجرين سباتشز. ليه؟ ما احنا هو الجانجرين دي بسبب ان مش واصل دم، سواء الدم مش واصل عشان الجلطات اللي حصلت او مش واصل عشان خلص تم يعني الجسم نزفه خلاص فمش موجود دم، فحصل جانجرينوس ايه، باتشز، بنسميها هنا بلاك ميسلز. تمام، يبقى من الحاجات اللي بتبقى كاركترستيك للميسلز، احنا قلنا الكوبلكس بوكس، وناخد بالنا من شويه كلمات كده زي برضو البلاك ميسلز دي. تمام، وايه هي البلاك ميسلز؟ ان حاصل ايه، جانجرينوس باتشز بسبب الدي اي سي. خلاص، دي الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل بسبب الايه، بسبب فيروس الميسلز. عباره عن ايه، التهابات والفها انت، ونركز على البلاك ميسلز والدي اي سي والكلام. طيب تعالوا نعالج بقى. هو احنا مش احنا اتفقنا انه عباره عن انكيوبيشن بيريود مش ظاهر عليه اعراض، وبعدين ظهر عليه البرودروما اللي هي عباره عن برد وسخونيه، وبعدين ظهر عليه الريش، والريش راحت لوحدها. خلاص الريش راحت لوحدها، يبقى الاعراض بتاعتنا اللي هي البرد والسخونيه دي هنعمل لها ايه، هنعالجها وخلاص، يعني هنديها حاجات سيمبتوماتيك كده تعالجها وخلاص. تمام، اول حاجه هو طفل عيان فهنعمل له ايه، او اهم حاجه الريست والدايت، ياخد فلويد انتيك. تمام، دراجز سيمبتوماتيك تريتمنت، مش احنا قلنا ان هو عنده فيفر، تمام، كانت من 38.5 ل 40. تمام، ندي له ايه، انتي بايوتكس، تمام، حاجات تنزل الحراره. طب مش كان عنده كف، ندي له سيديتيفز. تمام، طيب مش احنا قلنا ان ممكن يحصل كومبليكيشنز بسبب السكندري بكتيريال انفيكشن، ندي له ايه، انتي بايوتكس. تمام، نركز برضو على الاورال فيتامين ايه ده، هندي له ايه، هندي له فيتامين ايه اورال، بيرديوس الموربيديتي ان سيفير كيسز. تمام، مدينا الجرعه بتاعته اهيت 100,000 وحده اورال فور انفانت بلو 1 يير، تحت السنه، لو هو تحت سنه تمام ياخد ايه، ياخد 100,000، ولو هو فوق السنه ياخد ايه، ياخد 200,000 وحده. يبقى من الحاجات اللي عايزين نركز عليها في اللي اتقالت في الميسلز كده شويه كلمات، اهم حاجه الكوبليكس بوكس دي اهمه، تاني حاجه ركز على كلمه بلاك ميسلز. تمام، تالت حاجة ركز على ايه، الاورال فيتامين ايه ده، مين يعني ممكن يجي لك كده في الاختيارات، مين اللي بنديله فيتامين ايه، الميسلز اللي بيحسن، يقول لك مثلا ايه فيتامين ايه بيحسن، بيقلل الموربيديتي في سيفير كيسز اوف انهي فيروس من دول، يبقى الايه، الميسلز فيروس. تمام، الموضوع كله يا دكاترة زي ما قلت محتاج حفظ وتكرار منكم، ربنا يعينكم يا رب. بعد كده عندنا البريفنشن، طب نحمي نفسنا ازاي بقى من الميسلز ده، من الفيروس ده؟ قال لك عندنا اكتيف اميونايزيشن وباسيف اميونايزيشن واكسبوجر. نبدا بالاكسبوجر، والله لو حد عنده ميسلز ما تجيش جنبه، ما تعرضلوش، فالاكسبوجر بريفنشن اوف الميسلز انفيكشن ان كونتاكتس، لو انت عارف ان حد عنده الحصبه خلاص ما تجيش جنبه عشان ما تتعديش. تمام، الاكتيف اميونايزيشن اللي هو الفاكسين نفسه، الميسلز فاكسين. تمام، هديله الفاكسين. الباسيف اميونايزيشن زي ما انتم عارفين بديله الايه، الاميونوجلوبولينز. تمام، طيب معلش يا دكاتره، الجمله دي كانت واحده، ماشي، يعني الجمله دي على بعضها جمله واحده. تمام، هو بيقول ان الباسيف اميونايزيشن اللي هي الاميونوجلوبولينز دي بديها في الفيرست 5 داي اوف اكسبوجر، يعني لما حد يتعرض للميسلز بديها له في يعني انا بديها للكونتاكت. تمام، يبقى الباسيف اميونايزيشن بدي اميونوجلوبولينز لمين، للكونتاكت، للناس الناس اللي قاعدين معاه في البيت مثلا، يعني الطفل ده الناس اللي قاعدين معاه في البيت هم دول الكونتاكت، بدي لهم بقى الاميونوجلوبولينز دي. طيب بديها لهم امتى، في الفيرست 5 دايز اوف اكسبوجر.
تمام تمام يبقى البريفنشن عباره عن اكتف اميونايزيشن وباسيف اميونايزيشن. الاكتف اميونايزيشن بالايه؟ بالميسلز فاكسين. والباسيف اميونايزيشن دي بتبقى لمين؟ للكونتاكتس، للناس اللي هم قاعدين معاه في البيت اللي بيتعاملوا معاه. تمام. بتاخد امتى؟ في الفيرست 5 دايز اوف اكسبوجر، وبتبقى عباره عن اميونوجلوبولينز. تمام. بس برضو ما يتعرضش برضو، يعني الكلام اللي انا قلته ما يتعرضش، يعني لو حد فعلا عنده الميسلز اكيد برضو انت ايه مش هتروح تقعد جنبه يعني. تمام تمام يبقى البريفنشن بتاعتنا عباره عن اكتف اميونايزيشن وباسيف اميونايزيشن. نتكلم بس عن الميسلز فاكسين. ده هو بيبقى عباره عن فاكسين لثلاث فيروسات، ماشي؟ الميسلز والمامبس والروبيلا. احنا اتكلمنا عن الميسلز وهناخد برضو المامبس والروبيلا، يعني الفاكسين ده عباره عن فاكسين للثلاثه دول مع بعض. تمام تمام جدا كده يا دكاتره. احنا خلصنا اول فيروس عندنا. اول فيروس عندنا نراجعه كده على السريع. الميسلز عرفنا الانكيوبيشن بيريود بتاعته 10 ايام، البرودرومه بتاعته عباره عن برد وسخونيه، تقعد ايه عشان نحفظ بس نص المده 5 ايام، بعد كده تظهر الراج ماكيوروبابيلر الراج 3 ايام على ما ظهرت 3 ايام على ما راحت، فبالتالي هي قعدت 6 ايام. قبل الراج عايزين نركز على الكوبليك سبوتس اللي ظهرت قبلها بيوم وقعدت من يوم لي يومين. تمام. وقلنا انها كاركترستيك وبتبقى جريش وايت ايه دوتس كده على البقه الميوكوزا. وبعدين قلنا الانفكتيفيتي بيريود 3 ايام قبل الراش 5 ايام بعد الراش. عرفنا الكومبليكيشنز وهيعمل ايه، يعني هيعمل انفلاميشن في الجسم. تمام. بعد كده عرفنا التريتمنت، عالج بس سيمبتوماتيك كده الاعراض بتاعه البرد والسخونيه، اعراض البرودرومه دي عالجها، مركز على فيتامين ايه والبريفنشن اكتف اميونايزيشن بالفاكسين، باسيف اميونايزيشن لمين؟ للكونتاكتس اللي هو عباره عن اميونو جلوبولينز. تمام كده احنا خلصنا اول فيروس. زي ما اتفقنا كل ما نخلص حاجه هنروح نعمل جنبها علامه صح. تمام. ندخل بقى على الفيروس اللي بعده. الفيروس اللي عندنا بعد كده يا دكاتره هو فيروس الروبيلا فيروس. بيعمل لنا حاجه اسمها جيرمان ميسلز اللي هي الحصبه الالمانيه. نركز الميسلز اللي هو الحصبه كان مين اللي عامله؟ الميسلز فيروس. انما الجيرمان ميسلز الحصبه الالمانيه ده اسم المرض، مين الاورجانيزم اللي عامله؟ الروبيلا فيروس. زي ما احنا ماشيين هنتكلم الاول عن الفيروس وبعدين نرجع نقرا الداتا. نرسم برضو الطفل بتاعنا. ماشي. عندنا الاورجانيزم اللي احنا قلنا عليه عباره عن ايه؟ اسمه ايه؟ الروبيلا فيروس. ماشي. الفيروس ده هيدخل زي احنا متفقين بقى اول بريود عندنا اللي هي انكيوبيشن بريود. قعدت قد ايه؟ قعدت فتره كبيره شويه، قعدت من 2 ل 3 اسابيع. فاكرين في الميسلز دي كانت قاعده قد ايه؟ كانت يدوب 10 ايام. انما هنا الطفل قعد من اسبوعين لثلاث اسابيع كويس مش ظاهر عليه اعراض، وبعدين تبدا تظهر عليه البرودرومه اللي احنا قلنا عليها عباره عن ايه؟ برد وسخونيه. تمام تمام. البرودرومه او البرد والسخونيه دي قعدت عليه لمده صغيره، يوم او يومين. تمام. من يوم ليومين، وبعدين ايه اللي هيظهر بعد كده؟ الراش. الراش اللي ظهرت دي بدات فين؟ بدات في الفيس. طيب عايزين بس نفكر نفسنا في الميسلز كانت بادئه من فين؟ كانت بادئه من ورا الودن وبعدين راحت على الفيس. هنا بقى ده دكاتره رسمته تاني. الراش زي ما قلنا هنا بقى ظهرت على الفيس. في الميسلز اللي هي الحصبه ظهرت ورا الودان، في الجيرمان ميسلز ظهرت على الفيس على طول اول ما ظهرت. تمام. ظهرت على الفيس ماشي، وبعدين نزلت للترنك والايه والليمبس. تمام. نزلت لي الترنك والليمبس. تمام تمام. ولما جت تمشي برضو مشيت كده، يعني مشيت من الفيس الاول وبعدين مشيت من الترنك والليمبس. خلاص خلاص. طيب قعدت قد ايه بقى؟ قعدت 3 ايام. الموضوع ده ظهورها ومشيانها برضو قعد قد ايه؟ استغرق 3 ايام. يبقى الراش بتاعتنا قعدت 3 ايام. تمام. عشان كده سموه 3 day measles الجيرمان ميسلز، لان الراش بتاعته بتوع 3 ايام سموه ايه؟ 3 day measles. خلاص خلاص. الكاركترستيك فايندنج في الميسلز كانت ايه؟ كانت الكوبليك سبوتس. انما في الجيرمان ميسلز الكاركترستيك فايندنجز بتبقى عباره عن لمفادينوباسي، ان العقد الليمفاويه بتتضخم. فين بالظبط؟ عند الاوكسبت من تحت هنا. طبعا دي الراس، دي الراس يعني
عارفه لسانها ازاي؟ بس عند الاكسبت ورا الودان، ماشي، بوست اوريكولار، تمام. بتبقى العقد الليمفاويه فيها في المنطقتين دول بتبقى متضخمه، تمام. اقول لكم تسكيمه، اقول لكم تسكيم. الجيرمان ميسلز اسمها الحصبه الالمانيه. هنسكم ايه؟ هقول لكم حاجتين. اول حاجه ان احنا قعدنا 3 اسابيع نخطط لسفريه المانيا علشان نقعد هناك 3 ايام، تمام. الانكيوبيشن بيريود مش هي كانت من اسبوعين لثلاث اسابيع، تمام. الانكيوبيشن بيريود هنقول انها 3 اسابيع علشان نقعد هناك قراش قعدت قد ايه؟ قعدت 3 ايام، واحنا مسمينه اصلا 3 داي ميسلز، تمام. طب احنا هنروح نعمل ايه في المانيا؟ هنلف لينفا دينوباسي، هنلف لينف، يعني هي اسمها لينف، فاحنا هنلف، تمام. يبقى هي دي التسكيمه بتاعت الجيرمان ميسلز. احنا قعدنا 3 اسابيع نخطط لسفريه المانيا علشان نقعد هناك 3 ايام هنلف فيهم وخلاص. خلاص. ده كان الفيروس بتاعنا. عايزين بقى نروح نقرا الداتا. الجيرمان ميسلز البوزيتيف اورجانيزم بتاعنا زي ما قلنا روبيلا فيروس، انكيوبيشن بيريد زي ما قلنا من اسبوعين لثلاث اسابيع. البرودروما بتاعتنا عرفنا انها فيري شورت من يوم ليومين، عباره عن برد وسخونيه، مايلد فيفر ومايلد كاتارال سيمبتومز، تمام. في الميزل زي دكاتره في الحصبه كانت الفيفر من 38 ل 41، كانت الفيفر عاليه، انما هنا مايلد فيفر. يبقى الاعراض بتاعه الجيرمان ميسلز اعراض هاديه، تمام. كاركترستيك فايندنج زي ما قلنا هنلف بوست اوكسيبيتال وبوست اوريكولار. بصوا المنطقتين دول كده، ادي بوست اوريكولار ورا الودان، ماشي، هي مرسومه اهي. بوست اوريكولار ورا الودان والاوكسيبيتال هنا، تمام. المنطقه دي بتبقى الليمف نودز فيها متضخمه، تمام. نكمل الانفكتيفيتي بيريود. احنا كده خلصنا الايه الكاركترستيك فاينل. بعد كده الانفكتيفيتي بيريود 5 دايز بيفور اند 5 دايز افتر ريش. نفتكر في الميسلز كانت ايه؟ 3 ايام قبل الريش و5 ايام بعدها. هنا 5 ايام قبل الريش و5 ايام بعدها. وثاني حاجه هفضل اقول لكم ان التكرار يا دكاتره هو اللي هيثبت المعلومات. طيب بعد كده نتكلم عن الريش نفسها. احنا خدنا الانفكتيفيتي بيريود وبعدين خدنا الانكيوبيشن بيريود وبعدين خدنا البروتروما. مين اللي فاضل؟ الريش. الريش ظهرت في السكند داي اوف الالنس. تاني احنا قلنا الانكيوبيشن بيريود قعدت ايه؟ من اسبوعين لثلاث اسابيع. بعد كده البروتروما اللي هي المايلد فيفر والكاتارال سيمبتومز دي قعدت قد ايه؟ قعدت من يوم ليومين. فبالتالي لما اقول لك الريش ظهرت في اليوم التاني من الالنس، مش هو ده بدايه الاعراض؟ الاعراض بتاعته قعدت من يوم ليومين، اللي هو البرد، من المرض بتاعه في اليوم الثاني قامت ظهرت الريش، صح. نوعها ايه؟ ماكيول بابير الريش، زي ما اتفقنا ان الفيروسات بتاعتنا معظمها ماكيول بابير الريش، وهنركز بس على اللي هي بابيرار بس، تمام. ات ستارتس ات الفيز زي ما قلنا سبريت رابيدلي تو الترانك واللمبس. ات فيدز بارتو اون ذا فيس باي تايم ات ابيرز اون ذا ترانك. بيقول لك ان هي هنا بقى ظهرت في الفيس، تمام، وبعدين اختفت من الفيس قامت ظهرت في الترنك، تمام. تبقى برضو ظهرت في الترنك اختفت من الترنك تظهر في الايه؟ تظهر في اللمس. يعني هي واخداهم كده ايه؟ دوريات. ظهرت في الفيس، لما مشيت من الفيس قامت ظهرت في الايه؟ في الترنك، تمام. الموضوع ده استغرق قد ايه؟ 3 ايام، عشان كده سميناه 3 days measles، الحصبه اللي بتقعد 3 ايام اللي هي الحصبه الالمانيه. قبل ما ندخل على الكومبليكيشنز تعالوا نشوف التريتمنت والبريفنشن. التريتمنت سيمبتوماتيك تريتمنت زيه برضو زي الميسلز. احنا قلنا الريش هنا راحت في خلال ايه؟ 3 ايام، والميسلز برضو الريش بتاعته راحت في ايه؟ 6 ايام. فاحنا هنديله برضو حاجات للايه؟ للبرد والسخونيه اللي عنده، خلاص سيمبتوماتيك تريتمنت، تمام. تعالوا على الكومبليكيشنز بقى. مش احنا قلنا ان الاعراض بتاعتها حتى كانت اعراض خفيفه؟ يعني البرودروما بتاعتها البرد والسخونيه كانت حاجات مايلد، وكمان الريش بتاعتها قعدت حتى 3 ايام بس وخلاص، تمام. طيب الكومبليكيشنز بتاعتها برضو هتبقى خفيف، بس احنا عايزين نثبت في دماغنا كده ان الجيرمان ميسلز حاجه خفيفه. بص، هي مش هتعمل كومبليكيشنز للطفل، انما هتعمل كومبليكيشنز للجنين.
يبقى هي هنقول ان هي حنينة على الطفل انما قاسيه على الجنين. تمام تمام زي ما احنا زي ما انا عامله في الصوره كده في الطفل مش عامل لك حاجه، لا لا مش عامل لك حاجه، انما في الجنين هو ده اللي انا هنفخه. تمام الكومبليكيشنز بتاعتنا رير ان تشيلدرن، تمام زي ما قلنا مش هتعمل له حاجه، ولو عملت له هتعمل له زي ما اتفقنا فيروس هيعمل التهابات، كيفالايتس، نيورايتس، التهابات في الاعصاب، ارثرايتس. تمام الكونجنيتال انفكشن بقى، الكونجنيتال انفكشن دي طبعا فاهمين يعني الام هي اللي هتاخد العدوى وتنقلها لمين؟ وتنقلها للطفل، اللي هي هتعمل لنا حاجه اسمها كونجنيتال روبيلا سيندروم. احنا متفقين ان الفيروس بتاعنا اسمه روبيلا فيروس، او يبقى لما يعمل كونجنيتال انفكشن يبقى اسمها كونجنيتال روبيلا سيندروم منطقه، وهنتكلم عنها دلوقتي. تمام تمام نخلص بس فاضل لنا البريفنشن. طيب البريفنشن فاكرين الصوره دي كنا جايبينها في الميسلز، في البريفنشن بتاعه الميسلز لما قلنا الاكتيف اميونايزيشن. الميسلز فاكسين هو عباره عن فاكسين لثلاث حاجات، الميسلز والمامبس والروبيلا، قلت لكم هناخدهم كده، احنا خلصنا الميسلز والروبيلا. تمام فهو بيتاخد الثلاثه دول مع بعض، يبقى البريفنشن الاكتيف اميونايزيشن بالام ام ار فاكسين اللي هو الميسلز والمامبس والروبيلا، سبيشيالي فور اول جيرلز بيفور تشايلد بيرنج بيريود. زي ما احنا عارفين ليه بقى؟ علشان الست الحامل هي المفروض تخاف على نفسها من من الموضوع ده، لانه بيبقى شديد قوي على الجنين. تمام افويد ذا كونتاكت تمام ويز بيشنت ديورنج بريجننسي، زي ما قلنا ان اللي يخاف هي الست الحامل. تمام تمام هو الفاكسين الام ام ار فاكسين بيتاخد لكله، بس قال لك سبيشيالي فور اول جيرلز بيفور التشايلد بيرنج بيريود. تمام تعال بقى نشوف هي بتعمل في الجنين. الكونجنيتال روبيلا سيندروم القصص بتاعتنا عباره عن كونجنيتال انفيكشن تمام بلاسينتال ترانسميشن اوفر روبيلا فيروس فروم ذا مذر او ذا فيتوس، يعني الست الحامل دلوقتي خدت الروبيلا فيروس، انتقل الفيروس ده انتقل من الام للجنين عن طريق عن طريق البلاسينتا. تمام تعال نشوف الاول هو بيعمل فيه وبعدين نرجع للسلايد دي. يعني نعرف منين ان الطفل ده عنده كونجنيتال روبيلا سندروم؟ هيظهر عليه الاعراض دي. تمام يعني لما يتولد هيبقى ظاهر عليه الاعراض دي. السي ان اس بتاعه عنده مايكروكيفالي، دماغه بتبقى صغيره تمام، وعنده انكيفالايتس انفلاميشن في الدماغ، وبالتالي عنده منتال ريتارديشن. تمام تمام بالنسبه للكاردياك بيعمل برضو فيه شويه حاجات، بيعمل في اس دي وبيعمل بيتنت داكتس ارتريوزس وبيعمل بالمونري ستينوزس، والحاجات دي هتفهموها ان شاء الله في موديول في موديول الكارديو في الشابتر بتاع القلب هنا برضو في الاطفال. فنكتفي بس ان احنا نعرف ان هو بيأثر على القلب. تمام تمام بيعمل فيه شويه ديفكتس كده. ابدومينال هيباتوسبلينوميجالي تمام، الطفل ده بيبقى عنده ليفر والسبلين متضخم كبير. تمام الاي بيعمل فيها كاتاركت وجلوكوما، ميه بيضة وميه زرقاء على العين. تمام فبالتالي الطفل ده بيبقى النظر بتاعه ضعيف او مش شايف. تمام الاير بيعمل فيها ديفنس، الاير بيعمل فيها ديفنس يبقى مش سامع. تمام وبيعمل حاجه اسمها بلو بيري مافين ريش، بس دي مش مكتوبه عندكم في الكتاب فهنسكبها. نكتفي بس ان هو بيأثر على الاي والاير بتاعه الطفل، بيأثر على السي ان اس، بيأثر على الكاردياك والقلب، وبيأثر على الابدومين. مش عارفه اسكمها في ايه يا دكاتره، بس يعني ممكن نسكمها في كلمه شي اس اتش اي. تمام الاي الاي والاير. تمام الاي والاير بيعمل ايه في الاي؟ بيعمل فيها كاتاركت وجلوكوما، والاير بيعمل فيها ديفنس. تمام الاتش عندنا الهارت. تمام بيعمل فيه ديفكتات كده، وبيأثر على الهيباتيك الليفر. ماشي هيباتيك يبقى هارت وهيباتيك. تمام الاس بقى الاسبلين. تمام الاس عندنا الاسبلين والسي ان اس، يعني ممكن ناخد الاس الاخيره اللي في السي ان اس ونختصرها برضو في يعني نختصرها كانها حرف الاس. تمام
ممكن نسكمها كده. وقلت لكم يا دكاترة ان المديو ان الشابتر ده معتمد على شطارتكم انتوا في الحفظ. تمام. طيب دي بقى الاعراض اللي ظهرت على الطفل ده. تمام، نعالجه ازاي؟ قال لك نو سبيسيفيك تريتمنت. اصل هعمل له ايه يعني؟ هو مفيش علاج معين يخلي الحاجات دي كلها تروح. فمثلا لو هنعالج كل حاجه على حده مثلا. تمام، الاي مثلا الكاتاركت والجلوكوما، يعمل عمليات مثلا الاير ديفنس نشوف له حل فيها، السي ان اس مثلا لو عنده انكفالايتس مثلا نعالجه له، المينتال ريتارديشن نحاول نعلمه في مدارس معينه والتعليم سلوكي والحاجات دي، الكاردياك برضو الديفكتات اللي حاصله فيه دي ممكن يعمل عمليات قلب والكلام ده. فاحنا ممكن نعالج كل حاجه كده ايه واحده واحده، انما اديك حاجه تعالج لك الموضوع ده كله على بعضه لا طبعا. تمام، فالكونجنيتال روبيلا سندروم دي حاجه شديده قوي قوي على الجنين. تمام. الانفستيجيشنز اللي ممكن نعملها، هنلاقي انتي روبيلا اميون جلوبولين ام ان انفانتس استابليشز ذا دايجنوز. يبقى احنا لما بنيجي نشخص الموضوع، طبعا بنشخص بالكلينيكال ليتريتشر، ولما بنيجي نعمل انفستيجيشن بنلاقي الايه، بنلاقي ان الطفل بيهاجم الروبيلا دي باميون جلوبولين ام. تمام. ممكن نسكم ان هو اميونوجلوبولين ام عشان ما يجيش مثلا في الاختيارات يقول لك اميونوجلوبولين جي والكلام ده، ان هو جاي له من المزر، هو جاي له من مامته. تمام، من المزر، فهو لما يطلع له اميونوجلوبولين هيبقى اميونوجلوبولين ام. ماشي. كده خلصنا الروبيلا فيروس، عرفنا ان هو هيعمل لنا كونجينيتال، عرفنا ان هو هيعمل لنا الجيرمان ميسلز الحصبه الالمانيه. ونراجعها كده في السريع، انكيوبيشن بريود بتاعته كانت كبيره 3 اسابيع، وسكمناها ان احنا هنروح المانيا، استعدينا ان احنا نسافر المانيا في 3 اسابيع علشان نقعد هناك 3 ايام، وقلنا ان احنا عندنا 3 داي ميسلز، وقلنا البدرومه بتاعته بتبقى اعراض مايلد خالص. طب احنا هنروح المانيا نعمل ايه؟ هنلف، تمام، اللي هو الليمفا دينوباسي، وبعدين عندنا الراش بتاعتنا زي ما قلنا المهم فيها ان هي 3 ايام، وقلنا ان احنا هنروح نقعد في المانيا 3 ايام. كومبليكيشن زي خفيفه على الطفل انما قاسيه جدا على الجنين. التريتمنت سيمبتوماتيك تريتمنت زي ما قلنا زيها زي الميسلز والبريفنشن، اللهم امين يا رب. البريفنشن بتاعتنا بالام ام ار فاكسين اللي كان قلنا برضو بنديه للايه، بنديه للميسلز، وقلنا زي ما قلنا انها قاسيه على الجنين، الاعراض بتاعته عرفناها وسكمناها في شيء. لو حد عايز يعني، لو حد عجبه التسكيمه ماشي، انا بحاول اسهل على قد ما اقدر بقى، اعذروني. والانفستيجيشنز بتاعته قلنا هنلاقي ان الطفل مكون له اميونوجلوبولين ام، وقلنا ان هي تسهيلا يعني او كتسكيمه كده ان هو العدوى دي جايه له من المزر، فهيعمل لها ايه، اميونوجلوبولين ام. تمام كده. تمام، تعالى بقى نروح نعلم على اللي احنا خلصنا كده الميسلز والروبيل، خلصنا 2. نيجي للفيروس اللي بعد كده، اللي هو ريزيولا انفانتوم. روزيولا انفانتوم ده اسم الديزيز، انما الكوزيتيف اورجانيزم بتاعنا الهيومن هيربس فيروس. وزي ما احنا عارفين هنروح الاول نتكلم عن الفيروس وبعدين نرجع نقراه من الداتا. بص يا دكاتره، نرسم الطفل بتاعنا زي ما احنا معتادين. ماشي. الفيروس بتاعنا زي ما قلنا اسمه ايه، الهيومن هيربس فيروس. ماشي. بنبدأ بالانكيوبيشن بيريود. الانكيوبيشن بيريود بتاعتنا قعدت 1 ويك، اسبوع. قعدت قد ايه؟ قعدت اسبوع. تمام. بعدين تظهر عليه اعراض الايه، اعراض البرد والسخونيه اللي هي البرودروما، بس عايزين نستوب هنا كده، ما عندناش برد، عندنا سخونيه. واهم ما يميز الديزيز ده اصلا السخونيه، حتى الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل منه هتحصل بسبب السخونيه. طيب تيجي نسجمها كده، هو المرض اسمه ايه، روزيولا انفانتوم. هناخد من كلمه روزيولا دي كلمه روز الورده، ولما بنقول ورده بيجي في بالنا انها ورده لونها ايه، لونها احمر. تمام، فالحمار اللي في الورده ده هيفكرنا بالحراره، بالفيفر. تمام كده. تمام، يبقى روزيولا انفانتوم الورده الحمراء ديت هتفكرنا بالفيفر. واهم ما يميز الديزيز ده، والديزيز ده كله على بعضه عباره عن فيفر. تمام، البرودروما بتاعتنا قعدت قد ايه، قعدت من
4 لـ5 أيام وهي عبارة عن هاي فيفر. قال لك الحرارة فيها ممكن توصل لـ41 درجة سيليزية. تمام. يبقى أول حاجة لما الفيروس دخل اللي هو الفيروس اسمه إيه؟ Human Herpes Virus 6. تمام. لما دخل الطفل قعد أسبوع ما فيهوش أي حاجة، بعدين ظهرت عليه إيه؟ حرارة. الحرارة دي بلغة لـ41 درجة سيليزية. تمام. وبعدين بدأت تظهر الرعاش. الرعاش بتاعتنا زي ما احنا متفقين نوعها بيبقى ايه؟ ماكيولو بابيولار رعاش. الابيرز بتظهر فين بقى؟ قالك ان هي اول ما بتظهر، فاكرين الميسلز كانت ظهرت ورا الودان وخدت الفيس ونزلت، والجيرمان ميسلز خدت الفيس برضو ونزلت. هنا بقى اول ما ظهرت، ظهرت فين؟ في الترنك. تمام. يبقى هي ظهرت هنا في الترنك، وبعدين قامت راحة فين؟ قامت راحة للارمز، ماشي، وقامت طالعة على النك وعملت مينيمال انفولفمنت للفيس. تمام. والله اللي انا استنتجته من الموضوع ده ان هي سابت اللور ليمبس. تمام. فهي خدت الترنك، طلعت على الارمز، طلعت على النك، وعملت مينيمال انفولفمنت للفيس، فكأنها واخدة الحتة دي كده. خلاص. الرعاش بتاعتنا دي قعدت 1 day، قعدت ايه؟ يوم واحد. يبقى الرعاش بتاعتنا قعدت يوم واحد. ممكن بقى ناخد الحاجات اللي شبه بعض هنا، ان الانكيوبيشن بيريد قعدت قد ايه؟ قعدت اسبوع، والرعاش بتاعتنا قعدت ايه؟ قعدت يوم. بص، الديزيز ده اسمه ايه؟ ريزيولا انفانتم. حرف الاي اللي في الانفانتم ده شبه الواحد. تمام. شبه وان. معلش يا دكاتره، انا بحاول اسهل على قد ما اقدر والله. شبه وان. فهو الانكيوبيشن بيريد 1 week، والرعاش نفسها 1 day، حاجه واحده. يبقى احنا هناخد الديزيز بتاعنا اسمه روزيولا انفانتوم. خدنا من روز انها ورده حمراء، فهي عباره عن فيفر، وخدنا من انفانتوم حرف الاي قلبناه 1، قلبناه 1. تمام. عشان نفتكر ان هي الانكيوبيشن بيريد بتاعتنا 1 ويك، والرعاش بتاعتنا 1 day. تمام. تيجي ناخد من كلمه انفانتوم حاجه تانية اللي هناخده منها، ان هو هي الوحيده في الامراض اللي خدناها الاول واللي هناخدها بعد كده فيها كلمه انفانتوم. انفانتوم ده طفل صغير. فاللي بيميز الديزيز ده ان الطفل بيبقى من سن 6 شهور لحد سنتين. في المرحله دي يجيله الفيروس اللي هو الهيومن هيربس فيروس 6. تمام. يبقى الروزيولا انفانتوم خدنا 3 حاجات، ماشي، من العنوان ده. خدنا من كلمة روز وردة حمراء يبقى حرارة. تمام. خدنا من كلمة انفانتوم اول حرف قلبناه 1 عشان نفتكر الانكيوبيشن بيريود 1 week، الرعاش 1 day. وخدنا من كلمة انفانتوم بقى على بعضها ان هو طفل صغير. تمام. من 6 شهور لحد ايه؟ لحد سنتين. تمام. تعالوا بقى نقرأ الداتا بتاعتنا. الديزيز بتاعنا اسمه روزيولا انفانت. الكوزيتيف اورجانيزم بتاعنا هيومن هيربس فيروس 6. انكيوبيشن بيريود 1 ويك زي ما اتفقنا. البرودروما بتاعتنا اهم حاجه فيها الهاي فيفر، قعدت من 4 لـ5 ايام، ممكن توصل لـ41 درجة سيليزية. البيرز اون الرعاش بتاعتنا بقى بتظهر في اليوم الرابع او الخامس من الديزيز. اتفقنا ان البرودروما بتاعتنا اللي هي الاعراض بتاعت السخونيه قعدت من 4 لـ5 ايام، فبالتالي في اليوم الخامس اللي هو الاخير ده ظهرت الايه؟ ظهرت الرعاش. تمام. عايزه اقول لكم على حاجه، ان اول ما الرعاش بتظهر الحراره بتوطى فجاه صادم دروب كده للرعاش، ودي حاجه برضو كاركترستيك للروزيولا انفانتو، ان اول ما الرعاش تظهر الحراره تنزل على طول. تمام. زي ما قلنا ان هي ماكيولو بابيولار رعاش. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا يا رب، يا رب يسرها لنا يا رب. ماكيولو بابيولار رعاش ابيرز على الترنك زي ما احنا قلنا، وبعدين قامت واخده الارمز، وبعدين خدت النك، وذ مينيمال انفولفمنت للفيس. قعدت قد ايه الرعاش؟ 1 day زي ما اتفقنا. تمام. بعد كده كاركترستيك فايندينج، زي ما قلنا يا دكاتره، الانسيدنس بتاع الديزيز بيجي لطفل صغنطوط من 6 شهور لحد 2 years. تمام. وزي ما قلنا برضو ان بيحصل sudden drop للفيفر with appearance of الرعاش، اول ما الرعاش تظهر الحرارة توطى على طول. تمام. complications بتاعتنا، فاكرين لما قلتلكوا ان اهم حاجة في الديزيز ده هي الفيفر، حتى الكومبليكيشنز بتاعته حصلة بسبب الفيفر.
الكومبليكيشنز هتعمل حاجه اسمها فيبرايل كونفولجنز. الاطفال الصغيره يا دكاتره الحراره لما بيجي لهم حراره، بتبقى حراره عاليه ممكن توصلهم لكونفولجنز، تمام؟ مي كومبليكيت ويز فيفر، تمام؟ وبرده هتاخدوها في مديول الاطفال هنا، تمام؟ سيمبتوماتيك تريتمنت، طبعا العلاج هعالج ازاي بقى؟ قال لك اهم حاجه عندنا هي الفيفر، مين اللي كنترول اوف الفيفر، تمام؟ ويز ايه؟ ويز انتيبايوتكس. ده كان حاجه بسيطه قوي يعني، ده اسهل واحد فيهم تقريبا، وحاجه صغنطوطه خالص. الريزيولا انفانتوم خدنا من كلمه روز انها ورده حمراء، تمام؟ فبالتالي حراره، الحراره ديت ان البرودروما بتاعتنا كانت عباره عن حراره هاي فيفر واصله ل41 درجه سيليزيه، تمام؟ الكومبليكيشن تاني يعني الحراره دي هناخد منها ثلاث حاجات. حراره يبقى البرودروما بتاعتنا حراره عاليه، تاني حاجه الكومبليكيشنز بتاعتنا ان الحراره ديت هتعمل لنا كونفولجنز، ثالث حاجه التريتمنت اهم حاجه بنركز عليها هي الحراره دي، تمام؟ نيجي لكلمه انفانتوم، خدنا من حرف الاي ده خدناه واحد، ان الانكيوبيشن بيريود بتاعتنا 1 ويك، ان الريش بتاعتنا 1 داي، خدنا من كلمه انفانتوم نفسها ان هي ايه؟ ان هي بتدي لطفل صغير من 6 شهور لحد ايه؟ لحد سنتين، تمام؟ تعالوا نروح نعلم عليه ان احنا خلصنا. ادي الهيومن هيربس فيروس 6 اللي هيعمل لنا روزيولا انفانتوم، خلصناه. ندخل على الفيروس اللي بعده، الديزيز اللي بعد كده يا دكاتره اسمه ريسيما انفكشيوزا. مين اللي عامله؟ الفيروس اسمه بارفو فيروس. تعالوا زي ما احنا متعودين نتكلم شويه وبعدين نرجع للداتا. بص يا دكاتره، نرسم الطفل بتاعنا. الفيروس بتاعنا اسمه ايه؟ اسمه بارفو فيروس اللي هو B19، تمام؟ عايزين يا دكاتره نحفظ اسماء الديزيز وكل ديزيز مين الفيروس، اسم الفيروس اللي بيعمله، تمام؟ تمام، زي ما احنا متفقين الفيروس لما يدخل الجسم هيقعد فتره اسمها انكيوبيشن بيريود. الانكيوبيشن بيريود بتاعتنا قعدت هنا 1 ويك، اسبوع، الطفل مش ظاهر عليه اي حاجه، زي مين اللي لسه قايلينها دلوقتي؟ زي روزيولا انفانتوم، ماشي؟ كانت ايه؟ كانت 1 ويك برضو، الانكيوبيشن بيريود بتاعتها كانت 1 ويك، تمام. بعد كده ايه اللي بيظهر عليه؟ البرودروما. البرودروما بتاعتنا احنا متفقين انها عباره عن ايه؟ عباره عن برد وسخونيه، بس عايزين نستوب هنا. الريسيما انفكشيوزن ملهاش برودروما، ما فيهاش سخونيه، تمام؟ نو برودروما مانيفستيشن، نو فيفر، تمام؟ يبقى الريسيما انفكشيوزن ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش برودروما، ما فيهاش فيفر، تمام؟ ايه اللي هيظهر على طول؟ هيظهر الريش. ده الديزيز الوحيد اللي ظهرت فيه الريش من غير ما تظهر على الطفل الاول ايه؟ سخونيه، صح؟ ظهرت ريش على طول، تمام. ها بقى الريش دي حاجه يعني ليها كاركترز كده معينه. اول حاجه قال لك ان هي عباره عن سلابد تشيكس، الريسيما اوف التشيكس، الخدود بتاعته حمراء كانه مضروب قلم، سلابد سلابنج كانه انضرب، كانه مصفوع، تمام؟ سلابد تشيكس، تمام؟ تمام. طيب الريش بقى بتاعتنا، الحبوب اللي هتظهر نوعها ايه؟ برضو ماكيولو بابيولار ريش، ماشي؟ ظاهره على الايه؟ الترانك والاكستريمتس، ظاهره على الترانك والاكستريمتس الاثنين دول، تمام؟ يبقى الريش في الجسم اهي، في الجسم كله، والخدود هي كمان ايه؟ محمر، تمام؟ تمام قوي. وبيقول لك بقى ان الريش دي لما بتروح بتسيب الاثر بتاعها عباره عن ريتيكولار ابيرنس كده، حاجه زي الشبكه، تمام؟ تمام. يبقى تاني كده، البارفو فيروس هيدخل جوه جسم الطفل يقعد اسبوع، تمام؟ وبعدين اول عرض هيظهر عليه هي الريش. الريش دي عباره عن سلابد تشيكس، تمام؟ والماكيولو بابيولار ريش موجوده في الايه؟ في الجسم عادي، تمام؟ تمام جدا. عايزه بقى اسكمها لكم. بصوا يا دكاتره، المرض اسمه ايه؟ ريسيما انفكشيوز. ريسيما انفكشيوز، كلمه سيما اللي في الريسيما ديت هناخدها كانها سيما، السينما يعني، تمام؟ السيما، تمام. ده طفل صغير خرج بره، مش الفيروس اسمه بارفو فيروس، يبقى بره، بر بر بار، كانها بر، ماشي؟ طفل صغير
خرج بره، راح فين؟ راح السيمة. تمام، في يوم غير حار، يعني نبدأها كده قصة من الأول. في يوم غير حار، دي كناية عن إن مفيش فيفر، مفيش بلودروما، المرض ده مفيهوش فيفر. ماشي، في يوم غير حار خرج طفل بره اللي هو البارفو فيروس. تمام، راح فين؟ راح السيمة، فمامته ضربته على خده فعملت له سلابت تشيكس. تمام كده، تمام. تعالوا بقى نقرأ الداتا. الإيريسيما إنفكشيوزم ده اسم الديزيز بتاعنا، الكوزيتيف أورجانيزم بارفو فيروس. نقول التسكيمة واحنا برضو بنقول بارفو فيروس بره، راح فين؟ راح السيمة. انكيوبيشن بيريود بتاعتنا 1 ويك، زيها زي مين؟ زيها زي الروزيولا انفانتوم. البدروما بتاعتنا نو بدروما مانيفستيشن نو فيفر، اللي هي في يوم غير حار، في يوم غير حار ما فيهوش حراره، ما فيش فيفر. تمام، طيب نيجي للريش بتاعتنا. الريش بتاعتنا قلنا سلابت تشيكس، تمام، ريسيما اوفل تشيكس. تمام، نوع قلنا ان هي نوعها ماكيولوبابيولار ريش، على الترانك، هي على الترانك اند اكستريمتس، على الترانك اند اكستريمتس. سوري يا دكتور، هي على الترانك والاكستريمز. تمام، الراش فيز ويز سنترال كليرنج، بيقول لك انها، اللهم امين يا رب. الراش لما بتيجي تروح بقى بتعمل سنترال كليرنج كده، يعني بتسيب المكان اللي في النص فاضي. تمام، جيفينج ليسي اور ريتيكولار ابييرنس، بتبقى عامله زي الشبكه كده. تمام، تمام جدا. بعد كده الكاركترستيك فايندينجز، زي ما احنا قلنا وزي ما احنا متفقين ان نو فيفر افبرايل، ان هي في التسكيمه كنا بنقول عليها ايه، في يوم غير حار. اتشي ومي ريكور، يمكن تحصل تاني ان هو بيورش فيها، يعني دي حاجه كاركترستيك ليها. طيب تريتمنت، قال لك نو سبيسيفيك تريتمنت، يعني خلاص ما ملهوش برضو سبيسيفيك ايه تريتمنت، واصلا ما عندوش فيفر ولا حاجه. تمام، فبالتالي ما فيش تريتمنت. تمام، تعالوا بقى نشوف الكومبليكيشنز. اذا كتره البارفو فيروس ده مشهور قوي ان هو بيعمل حاجة اسمها أبلاستيك أنيميا، بيروح على نخاع العظام يخليه ما ينتجش خلايا دم حمراء. تمام، الأبلاستيك كرايسيس ديت مي كومبليكيشنز مي كوز أبلاستيك كرايسيس سبيشيالي ان بيشنتس ويز كرونيك هيموليتيك أنيميا. تمام، يبقى مشهور قوي ان البارفو فيروس ده اكيد انتوا عارفين بيروح على نخاع العظام يخليه ما ينتجش خلايا دم حمراء، فيعمل لنا حاجه اسمها ابلاستيك كرايسيس. كرايسيس يعني كارثه. ليه مسمينها كارثه؟ لانها بتحتاج تدخل ايه، تدخل سريع ونقل دم وكده. تمام، يبقى تعالى نراجع الديزيز بتاعنا. هو برضو صغير زي الروزيولا انفانت. تمام، الريسيما انفكشيوزم، التسكيمه بتاعتنا كانت السيما، الطفل بتاعنا في يوم من غير حار، يعني نو فيفر، مفيش فيفر، في يوم غير حار خرج طفل بره، راح فين؟ راح السيمة. كيوبيشن بيريود من نساش 1 ويك. تمام، نرجع بقى، فمامته عملت له ايه؟ ضربته على خد، يبقى عنده سلابد تشيكس. تمام، نركز برضو انها بتعمل ريتيكولار ابييرنس، حاجة زي الشبكة كده. ممكن يعني نزود على التسكيمة ان هي قامت حبسة في شبكة مثلا، اصطادته بشبكة، حاجة زي كده. مش عارفة يعني، بس يعني اللي يعرف يسكم حاجة يعني يا ولاد، يسهل على نفسه ويسهل على صحابه. ممكن يكتب في الكومنتات برضو تسكيمات وكده. نكمل نكمل كاركترستيك فايندنج، زي ما قلنا في يوم من غير حار نو فيفر افبرايل، منساش اتشي، ومنساش ان البارفو فيروس مشهور قوي ان هو بيعمل ابلاستيك كرايسيس، بيأثر على نخاع العظم ويخليه ما ينتجش خلايا دم حمراء. تعالوا بسرعة نروح نعلم على الفيروس اللي احنا خلصناه ده، فيروس دم. تمام، فضل لنا اتنين، الشيكن بوكس و الجروب A B تهيموليتيك ستريبتوكوكاي اللي هتعمل لنا حاجة اسمها سكارلت فيفر. تعالوا برضو نروح بسرعة نشوف التشيكن بوكس. بص يا دكاترة، المرض اللي عندنا بعد كده اسمه التشيكن بوكس. التشيكن بوكس ده اللي هو الجدير المائي. طيب نشوف بس اسم الفيروس اللي عمله، الفاريسيلا زوستر فيروس. مكتوب عندكم في الكتاب ان الفيروس اللي عمله فاريسيلا زوستر فيروس، بس الفاريسيلا زوستر فيروس ده هو الهيومن هيربس فيروس 3. هو احنا مش خدنا هيومن هيربس فيروس مرة؟ بس كان هيومن هيربس فيروس 6 اللي كان عامل لنا روزيولا انفانتوم.
اهو human herpes virus. human herpes virus 6 هو اللي عامل الروزيولا انفانتا، اما الهيومن هيربس فيروس 3 اللي هو الفاريسيلا زوستر فيروس عامل لنا التشيكن بوكس. تمام تمام طيب زي ما احنا متعودين هنروح نتكلم عن الفيروس شويه وبعدين نيجي نقرا الداتا. تعالوا نرسم الطفل بتاعنا. بصوا يا دكاتره، طبعا اتفقنا ان الفيروس بتاعنا اسمه ايه؟ فاريسيلا زوستر فيروس. طب بنبدا بايه؟ بنبدا بالانكيوبيشن بيريود. قعد من الانكيوبيشن بيريود قعد من اسبوعين لثلاث اسابيع على ما عمل اعراض، يعني الطفل كان سليم في الفتره دي. دي كانت الفتره دي كانت بتاعه مرض ايه؟ بتاعه المانيا. لما قلنا ان احنا قعدنا 3 اسابيع نخطط للسفر لالمانيا علشان نقعد هناك 3 ايام نلف فيهم، نفس الانكيوبيشن بيريود بتاعه التشيكن بوكس هي بتاعه مين؟ الجيرمان ميسلز. تمام. بعد كده تظهر علينا الاعراض البرودروما اللي هي عباره عن ايه؟ برد وسخونيه. تظهر قعدت قد ايه؟ قعدت من اسبوع، قعدت سوري من يوم ليومين. ماشي، قعدت من يوم ليومين. بعد كده ايه اللي بيظهر بعد كده؟ زي ما احنا متفقين الريش. بص يا دكاترة، الراش بقى عندنا هنا ظهرت فين؟ ظهرت على الترنك، ماشي، وبعدين راحت للفيس، وبعدين راحت للسكالب نفسها، تمام، ودخلت جوه الماوس كمان، وراحت للليمبس. يعني بصوا واخده الجسم كله، تمام، حتى دخلت جوه الماوس. تمام. طيب تعال بقى نقول نوعها. كل اللي خدناهم قبل كده كان نوعها ايه؟ ماكيولو بابيولار ريش. هنا بقى بتظهر كبابيولز، تمام، وتاخد مراحل. يعني البابيول تظهر، ماشي، تقوم متحولة لفيزيكلز، وبعدين تتحول لباستيول، وبعدين تتحول لكراستر كراستس سوري، انها تعمل قشرة كده، تمام. فالطفل ده بيبقى ظاهر عليه كل انواع الريش. يعني ظاهر عليه بابيول، ماشي، وفي نفس الوقت ظاهر عليه فيزيكال، في نفس الوقت ظاهر عليه باستيول، وفي نفس الوقت ظاهر عليه كراسترز. يعني هي مش بتبقى في وقت واحد. يعني يا دكاتره، مش بتظهر البابيولز، يعني الجسم مش بيبقى كله بابيولز وبعدين يبقى كله فيزيكلز وبعدين يبقى كله باستيولز، لا، هي كل واحده بقى بتتغير مع نفسها في وقت مختلف عن التانية. فالطفل ظاهر عليه كل انواع الريش، كل انواع، تمام. فهم عشان كده مسمينها بليمورفيك ريش، بليمورفيك ريش، كل اشكال الريش، كل اشكال الحبوب ظهر عليه، تمام تمام. بس برضو الريش دي بتكون اتشي، بتخليه عايز يهرش وبس. هو ده اللي هنتكلم عنه وبعدين نقرا الداتا بقى. يبقى تاني بس كده، الانكيوبيشن بيريود بتاعتنا قعد من يومين لثلاث ايام، تمام، سوري من اسبوعين لثلاث اسابيع، كويس، ما فيهوش حاجه. بعدين ظهرت البرودروما، بعدين ظهرت الريش. الريش بتاعته زي ما احنا شايفين واخده الجسم كله حتى داخله جوه الماوس، تمام. وعايزين نقول الريش هو ما ذكرش الريش دي قعدت قد ايه المده، فكده خلاص، تمام. تعالوا بقى نقرأ الايه، نقرأ الديتا. يلا يا دكاترة، المرض بتاعنا اسمه تشيكن بوكس. مين اللي عمله؟ الفاريسيلا زوستر فيروس اللي هو هيومن هيربس فيروس رقم 3. الانكيوبيشن بيريود زي ما اتفقنا من اسبوعين لثلاث اسابيع. البرودروما بتاعتنا البرد والسخونيه، فيفر قعدت من قد ايه؟ قعدت من يوم ليومين، تمام، يوم او يومين. وانوركسيا وهيدك، تمام، وانوركسيا وهيدك. تشيكن بوكس انا هسكمه لكم دلوقتي تسكيمه حلوه، بس بعد ما نخلص الداتا، تمام. بعد كده ظهرت ايه بعد البرودروما؟ زي ما احنا متفقين ظهرت الريش. appears on the second day of fever، لان احنا متفقين بقى الانكيبيشن بريد قعدت من اسبوعين لثلاث اسابيع، بعدين ظهرت البرودروما قعدت من يوم ليومين، فبالتالي الريش لما تظهر في اليوم الثاني، تبدا هنا ظهور الايه؟ الريش. جميل. طيب
الريش ظهرت فيه اليوم الثاني من الفيفر بيجنز زي ما احنا قلنا از بابيولز الاول، بعدين تتحول لفيزيكلز، بعدين تتحول لباستيولز، بعدين تقشر كراستس، ابيرز اون سكسيسيف جروب زي ما قلنا ظهره كلها على بعضها، الاول ستيجز اوف ذا سكن ليجنز، الاستجابات كلها موجوده ماشي، كان بي سين از ذا سيم تايم اللي هو عملت لنا حاجه اسمها بليومورف كراش، كل الاشكال والانواع تمام، ابيرز اون ذا ترانك زي ما احنا قلنا ظهرت في الترانك، بعدين قامت راحت للفيس، وبعدين السكالب، وبعدين كمان راحت الماوس جوه الماوس كمان واللمبس. فهي عامله حاجه اسمها سنتريبيدال ديستريبيوشن. بص يا دكاترة، أنا لما جينا نرسمها، مش أنا رسمت الطفل بتاعنا، عايزين نفضي البتاعة دي، احنا رسمنا الطفل بتاعنا كده تمام، وقلنا ان الرش بتاعته اول ما ظهرت ظهرت على الايه، ظهرت على الترنك، من الترنك بقى قامت راحت الجسم كله، يعني راحت لللمبس، ويعني راحت للارمز، راحت هنا، راحت هنا، حتى السكالب، حتى دخلت جوه الماوس، وبعدين نزلت تاني للايه، للرجلين. فهي ده المركز بتاعها، فهي سنتريبيدال ديستريبيوشن، يعني من المركز وقامت راحه لاجزاء الجسم كله من المركز، فهو ده تقريبا معنى كلمه سنتريبيدال ديستريبيوشن تمام. طيب بعد كده الانفكتيفيتي بيريود بتاعتنا قال 2 days before الراش till all rash crusted، معنى كده ان لما الراش كلها، كل الحبوب اللي عنده كلها تبقى كراست، تعمل قشور، معنى كده ان هو مش هيعدي حد تمام. تمام، يبقى قبل ما الراش تظهر بيومين، ولما الراش تبقى كراست خلاص كده مش هيعدي حد. about 7 days after appearance of الراش، يعني هو بيقول لك انها بتعمل كراستس، بتعمل القشور دي بعد ظهورها بايه، بسبعة ايام. المهم يعني ان احنا هنطلع من الانكتيفيتي بيريود دي ان الراش بتاعتنا لما بتعمل كراستس، لما بتعمل القشور دي خلاص بتبقى مش ايه، مش انفكتيف، وقبل ما تظهر بيومين بيبقى فيه عدوى، يبقى الطفل ده ممكن يعدي. تمام، بصوا يا دكاتره التسكينه، تشيكن بوكس ده احنا ممكن ناخده كده بالحرف كده ان هو بوكس دجاج ماشي، بوكس دجاج، بوكس فيه كتاكيت تمام. مين اللي عامله؟ احنا قلنا الفاريسيلا زوستر ايه، الفاريسيلا زوستر فيروس. هناخد من كلمه فاريسيلا دي كلمه فاري، فاري يعني متنوع ماشي، فهو الكتاكيت اللي موجوده في التشيكن بوكس ده، في البوكس ده كتاكيت متنوعه، ادي البوكس تمام. الكتاكيت فيه كتاكيت، احنا عارفين الكتاكيت لما بنجيبه فيه كتاكيت بتبقى سمراء، وفيه كتاكيت تانية بيبقى لونها اصفر كده تمام، فهو كتاكيت متنوع، عشان نفتكر ان البوزيتيف اورجانيزم بتاعه فيري متنوع، فيري سيلا زوستر فيروس، وعشان نفتكر كمان كلمه بليومورف كراش ان في كذا شكل تمام. تمام قوي، هقول لكم حاجه كمان علشان نسكم كلمه سنتريبيدال ديستريبيوشن ده، ان احنا لما جينا جبنا الكتاكيت حطناهم في المركز، جبنا الكتاكيت كلهم كده حطناهم فين، حطناهم في المركز، وهم بقى كل كتكوت شاف طريقه بقى، في اللي راح كده وفي اللي راح كده، عشان نسكم كلمه سنتريبيدال ديستريبيوشن ان هو ان الكتاكيت دي مشيت من الايه، من المركز وانتشرت، زي برضو الراش مشيت من الترنك، يعني كانت في الترنك وانتشرت من المركز بتاعها اللي هو الترنك تمام. تمام جدا، يبقى تاني هو عبارة عن بوكس كتاكيت تمام متنوعة، عشان نفتكر متنوعة دي هنفتكر منها حاجتين، فاريسيلا زوستر فيروس، ونفتكر منها ايه تاني، كلمة بليومورف كراش تمام. تمام، والكتاكيت دي احنا لما جينا نحطهم في البوكس ده حطناهم في النص، وكل واحد بقى كل كتكوت شاف طريقه تمام كده. تمام، تعالوا نكمل بقى الداتا. الكاركترستيك فايندنجز قلنا انها اتشي، زيها زي مين كانت اتشي، كانت الاريسيما انفكشيوزن برضو اتشي تمام. كنت عايزه اسكن لكم كمان ان الكتاكيت دي في البرودروما، في البرودروما احنا قلنا كلمه هيديك وانروكزيا، الكتاكيت دي عملت لنا صداع، قعدوا بقى يصوصوا ويعملوا لنا صداع
تمام. يبقى تاني بوكس كتاكيت متنوعة ذري وبليومورفيك، متنوعة الأشكال ذري وبليومورفيك، وعملت لنا صداع وحطناها في النص سنتريفيدال ديستريبيوشن، وكل كتكوت شاف طريق. خلاص كده خلاص. زي ما قلنا بقى الكاركترستيك فايندينجز انها اتشي بريمورفيك راش وسنتريبيدال ديستريبيوشن، تمام. تعالوا نشوف الكومبليكيشنز. امين يا رب، اللهم لا تاكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا. الكومبليكيشنز زي الميسلز برضو كنا حاطين فيه الصوره ديت، وقلنا هو هيعمل ايه يعني غير انفلاميشن. فتعالوا ناخد برضو الجسم كده من اوله لاخره ونشوف هيعمل ايه في الجسم. اولا السي ان اس هيعمل فيه فايرال انكيفالايتس انفلاميشن، بوست فايرال سيريبيلايتس برضو عباره عن انفلاميشن في السيريبيلوم، اكيوت سيريبيلال اتاك. طبعا عارفين ان السيريبيلوم اللي هو المخيخ هو اللي مسؤول عن ايه، عن الاتزان بتاع الجسم، ولما بيحصل فيه حاجه فبيعمل لنا اتاكس، يعني يبقى الانسان يبقى مترنح كده، مش عارف يثبت، لان هو مسؤول عن الايه، عن عن اتزان الجسم. فلما يحصل فيه انفلاميشن هيعمل ايه، هيعمل اتاكسيا، ماشي. دي الموست كومن اكيوت اتاكسيا ان تشيلدرن. ممكن نركز على الجمله دي، ان البوست فايرال سيريبيلايتس او الاكيوت سيريبيرال اتاكسيا هي الموست كومن اكيوت اتاكسيا ان للتشيلدرن، ماشي تمام. في عندنا بوست فايرال نيورايتس ياثر على الاعصاب، فيعمل لنا زي ما احنا عارفين جلان داري سندروم اللي احنا قلنا مشهور عنها قوي انها بتحصل بعد الايه، بعد الانفكشن، خاصه الفايرال انفكشن. تعالوا ننزل على الرئه يعمل فيها ايه، يعمل فيها نيومونايتس. تعالوا ننزل على القلب يعمل فيه مايوكارديتس التهاب. ننزل على السكين هيعمل سكندري بكتيريال انفكشن، ودي الموست كومون كومبليكيشن. طيب معلش يا دكاتره برده مش مكتوبه عندكم في الكتاب، فهنركز بس على انه السكين بيعمل فيه سكندري بكتيريال انفكشن. طيب نيجي على الاي برده هيعمل فيها انفلاميشن كيراتايتس كورنيال انفلاميشن، كيراتايتس او يعمل ايه كورنيال انفلاميشن، تمام. البلط يعمل بي فيه برضو بربرا فارمينانس او الدي اي سي، زيه زي مين، زيه زي الميسلز، تمام تمام. يبقى الكومبليكيشنز بتاعه التشيكن بوكس سهله جدا برضو زيها زي الميسلز، هناخد الجسم من اوله لاخره، وهو يعني هيعمل ايه، هيعمل انفلاميشن. فحاجات ممكن نالفها عادي جدا. طيب بيعمل بقى حاجه مميزه كمان اسمها disseminated varicella. يعني ايه؟ يعني ممكن الفاريسيلا زوستر فيروس ده ينتشر في الجسم، ينتشر في الجسم، ماشي. ده في حالات ايه بقى؟ ده في حالات الناس اللي مناعتهم قليله، ماشي. حالات الاميونو ديفيشنت ايه بيشنتس، الناس اللي مناعتهم قليله هيخلوا الفيروس ده ينتشر في جسمهم، زي الناس اللي عندهم امراض مزمنه عامه، الناس اللي عندهم سرطانات زي اللوكيميا والكلام ده، تمام. هيعمل ايه بقى لما ينتشر في الجسم؟ بص يا دكاتره، هيعمل ايه، هيعمل انكيفالايتس، ماشي، يعمل انفلاميشن في البرين، وياثر على الرئه، يعمل نيومونيا، ويعمل هيموراجيك ليجنز نزيف. طبعا الموضوع ده فيتال. الديسيمينيتد فاريسيلا ده لما بتحصل وتنتشر في الجسم طبعا بتبقى فيتال، تمام. بيأثر كمان على الليفر، بيعمل حاجه اسمها ري سندروم. بص يا دكاتره، ري سندروم دي حاله بص يا دكاتره، الري سندروم دي هي حاله بتحصل للاطفال الصغيرين لما يتصابوا بفيروس التشيكن بوكس ده او فيروس الانفلونزا عادي، ويقوموا جايين واخدين معاه اسبرين. مش احنا قلنا ان هو بيعمل انوركسيا وفيفر وهيدك، فممكن اهله الطفل يدوله ايه، يدوله اسبرين. يبقى هو طفل مصاب بالتشيكن بوكس او بالانفلونزا، تمام، وخد اسبرين، فهيحصل له بقى الري سندروم دي، اللي هي عبارة عن تورم في الكبد والدماغ. الكبد هيأثر على الدماغ. اللهم امين يا رب، اللهم ارضى عنا جميعا. فيعمل حاجة اسمها هيباتيك انكيفالوبسي،
تمام. علشان كده الدكاترة بينصحوا ان الاطفال ما ياخدوش اسبرين تحت سن 16 سنة تقريبا. تمام. يبقى الديسيمينيتد فاريسيلا بتحصل يعني امتى الفيروس ينتشر كده بالعقل كده من غير تفكير، مش محتاجه حفظ، امتى الفيروس ينتشر قوي كده ويأثر على الجسم بالطريقه دي؟ لما يبقى الجسم مناعته ضعيفه، تمام، يأثر على البرين، يعمل انكيفالايتس ويعمل نيومونيا ويعمل هيموراجيك هيموراجيك ليجنز. ونركز على الهيباتك لان التشيكن بوكس مشهور قوي بالري سندروم دي، طفل يبقى عنده تشيكن بوكس، عنده عدوى بالفاريسيلا زوستر وياخد اسبرين فيحصل له الموضوع ده والطفل ده غالبا بيموت يعني. تمام. يبقى هي دي الكومبليكيشنز اللي بتحصل من التشيكن بوكس. برضو يا دكاترة السنينات الفاريسيلا دي احفظوها مع بعض، يعني احفظوها مع نفسكم، واللي يعرف يسكم الحفظ بتاعها يسكمه في الكومنتات. تمام. دي كانت الكومبليكيشنز بتاعة التشيكن بوكس. طيب نعالجه ازاي بقى؟ قربنا نخلص يا دكاترة، فضل لنا بس نخلص ده وفضل لنا بكتيريا واحدة وخلاص. تمام. التريتمنت قالك لوكال انتي بريوريتك اللي هو الكالاماين روش، مش احنا قلنا ان هو اتشي، ان الراش بتاعته اتشي؟ تمام. فنديله حاجه اسمها كالاماين لوشن. تمام. ودي حاجه من الحاجات اللي ما اتذكرتش خالص غير في التشيكن بوكس، ماشي؟ يبقى تشيكن بوكس كالاماين، السي مع السي. تمام. كالاماين لوشن هنديله بقى سيستميك انتي بريوتك، هو عنده لو جريد فيفر. تمام. سوري، انا هديله انتي بايوريتكس فور الفيفر، طبعا ما نديلوش اسبرين علشان ايه؟ عشان الري سندروم. المهم ان عايزين بس نركز على النقطه بتاعه الراش اللي عنده ديت، هديله ليها حاجات لوكال وحاجات سيستميك. الحاجه اللوكال اللي هديها له وقلنا ما اتذكرتش خالص غير في التشيكن بوكس هي الكالاماين لوشن، والحاجه السيستميك اللي هديها له هي الانتي هيستامين. بالنسبه للحراره هديله انتي بايروتكس، ونتجنب يا اولاد الاسبرين علشان ايه؟ علشان الري سندروم. تمام. طبعا هنديله انتي بايوتيك فور السكندري بكتيريال انفكشن. هنديله انتي بايوتيك فور السكندري بكتيريال انفكشن، وهنديله انتي فايرال اللي هو الاورال اسايكلوفير. العلاج ده ما اتذكرش على فكره غير في التشيكن بوكس، يعني ما ادوش حاجه للراش غير في التشيكن بوكس، وادانا له فيها حاجه لوكال وحاجه سيستميك. تمام. فكلهم بندي انتي بايوتكس، وكنا خدنا تقريبا انتي بايوتكس في الميسلز علشان السكندري بكتيريال انفكشن، وما خدناش انتي فايرال اللي هو الاورال اسايكلوفير خالص غير فين؟ غير في التشيكن بوكس. ركز على الحاجات دي يا دكاتره. الانتي فايرال اللي هو الاولر اسايكلوفير ده قالك بيتاخد 20 ميلي جرام لكل كيلو جرام، الدوز بتاعته 4 تايمز بير داي، اند ات هاز بين جيفن ويزن 24 اور افتر اونست اوف ذا راش تو بي افكتيف. يعني علشان يبقى افكتيف الانتي فايرال ده بقى يتاخد بعد الراش بيوم. تمام. ما يتاخرش يعني. طيب بعد كده هناخد البريفنشن ونرجع على التشيكن بوكس وناخد اللي بعده. البريفنشن بتاعتنا اكتيف اميونايزيشن باي ليف اتنيويتد فاكسين. هنديله ايه؟ هنديله الفاكسين بتاعه بس اميونايزيشن باي سبيسيفيك فاريسيلا اميون جلوبولين ار جيفن تو الكونتاكتس. ده زي الميسلز كده، كنا بندي اكتيف اميونايزيشن اللي هي كانت الايه؟ الفاكسين بتاعه، والباسيف اميونايزيشن كنا بندي الاميون جلوبولينز لمين؟ للكونتاكتس بتاعتنا. تمام. هنراجع على التشيكن بوكس سريعا. قلنا التشيكن بوكس ده عباره عن بوكس فيه كتاكيت متنوعه الاشكال، متنوعه فاريسيلا الاشكال بليومورفيك بليومورفيك راش، زي ما قلنا انها بتبقى عباره عن بابيول تقلب فيزيكلز تقلب باستيورز تقلب كراستس. وبما اننا جبنا سيره الكراستس فاحنا نعرف ان هي لما تعمل كراستس، لما كل الريش تبقى عباره عن قشور، يبقى خلاص كده الطفل مش معدي. تمام. البرودروما بتاعتنا عباره عن فيفر وانوركسيا وهيدك، لما قلنا ان الكتاكيت دي عملت لنا عملت لنا صداع. تمام. ناخد بالنا ان احنا عندنا الفيفر والانوركسيا والهيدك والحاجات دي ما نديلهاش اسبرين علشان علشان احنا خايفين من الري سندروم دي. تمام. الراش بتاعتنا زي ما قلنا انها متنوعه سنتريبيدال ديستريبيوشن، برضو زي ما قلنا ان الكتاكيت احنا حطيناها في النص في المركز اللي هو الترنك، وهي بقى انتشرت وكل واحد شاف طريقه.
تمام. امين يا رب. الانفكتيفيتي بيريود زي ما قلنا الريش لما تعمل كراستس خلاص مش هتبقى معدية، وبعدين برضو قبل الريش بيومين ممكن يبقى ايه معدي. كاركترستك فايندنجز ما ننساهاش انها اتشي زيها زي الاريسيما انفكشيوزم بوليومورفيك ريش وسنتريبيدل، تمام. كومبليكيشنز قلناها ناخد الجسم كله من اوله لتحته زي الميسلز كده، وما ننساش الديسيمينيتد فاريسيلا اللي بتحصل للاطفال اللي مناعتهم ضعيفه تعمل انكيفالايتس ونيومونيا وهيموراجيك ليجنز، والديسيمينيتد فاريسيلا دي مش حاجه نستهون بيها لانها فيتال. وما ننساش الري سندروم. خلاص خلاص. تريتمنت قلنا التريتمنت هنا ده الوحيد اللي ادانا له حاجه للريش، ادانا له حاجه لوكال وادانا له حاجه سيستميك، وده الوحيد برضو اللي ادانا له انتي فايرال اللي هو الاورال سايكلوفير. بالنسبه للحراره نزلها بانتي بايوتكس وتجنب الاسبرين، تجنب الاسبرين تمام. وهنديله برضو انتي بايوتيك فور السكندري بكتيريال انفكشن بريفنشن، تمام قوي. البريفنشن اكتيف اميونايزيشن بالفاكسين بتاعه وباسيف اميونايزيشن للكونتاكتس ان انا بديهم ايه، بديهم الاميونو جلوبولين. تمام. تعالوا بقى نروح نعلم ان احنا خلصناه كده يا دكاتره، احنا خلصنا التشيكن بوكس. فاضل لنا بقى جروب اي بيتا هيموريتك ستريبتوكوكاي اللي بتعمل لنا حاجه اسمها السكارلت فيفر. معلوماتها سهله وبسيطه وهنخلص بسرعه ان شاء الله. اخر حاجه معانا يا دكاتره هي البكتيريايه الاخيره اللي عملت لنا حاجه اسمها سكارلت فيفر. البكتيريا دي اسمها بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. تعالوا نتكلم الاول زي ما احنا متعودين على البكتيريا وبعدين نرجع نقراها من الداتا. بصوا يا دكاتره هنرسم الطفل بتاعنا. السكارلت فيفر عندنا طبعا قلنا ايه اللي بتعملها بكتيريا اسمها جروب A بيتا هيموليتك ستريبتوكوكاي. ويا ريت بس نركز في الاسم، هو جروب A بيتا هيموليتك ستريبتوكوكاي، نحفظ الاسم كويس تمام. البكتيريا دي هتدخل الجسم تعمل لنا ايه زي ما اتفقنا، اول حاجه انكيوبيشن بيريود. انكيوبيشن بيريود بتاعتها عباره عن من 3 ل 5 ايام تمام، الطفل فيهم سليم ما فيهوش اي حاجه تمام. تمام. بعد كده تظهر ايه البرودروما اللي هي البرد والسخونيه اللي احنا قلنا عليه. طيب قال لنا ان هي عباره عن سخونيه بس هاي فيفر. كان مين اللي قلنا عليه فيه سخونيه بس والسخونيه بتاعته هاي كانت واصله ليه 41 درجه سيليزيه؟ الورده الحمراء روزيولا انفانتوم، هي اللي كانت ايه فيها حراره كده، درجه حراره عاليه دي. كمان السكارلت فيفر حتى اصلا اسمها سكارلت فيفر، فناخد من كلمة فيفر دي ان البرودروما بتاعتها عبارة عن فيفر، والفيفر لازم تكون هاي، وإلا ما كانوش سموها سكارلت ايه سكارلت فيفر تمام. قالك ان الفيفر دي بتقعد 5 ايام، عشان برضو نسهل على نفسنا ممكن نقول ان الانكيوبيشن بيريود بتاعتنا 5 ايام والفيفر برضو تقعد كمان 5 ايام. بس ركز معايا كده، هي 5 ايام لو انت ما اديتهاش انتيبيوتيك، بس لو اديتها انتيبيوتيك هتقعد يوم واحد تمام. يبقى نركز بس في التفاصيل دي ونحاول نحفظها ونحفظها بالتكرار يا شباب. زي ما قلنا الهاي فيفر بتاعتنا ديت لو قعدناها لو سبناها من غير انتيبيوتيك هتروح في مده ايه 5 ايام، لو اديناها انتيبيوتيك هتروح في ايه في خلال يوم واحد تمام. خلصنا الانكيوبيشن بيريود بتقعد 5 ايام، وخلصنا الهاي فيفر اللي بتقعد برضو 5 ايام من غير انتيبيوتيك. تالت حاجه بتظهر عندنا هي الايه، هي الراش. الراش بتاعتنا فاكرين لما قلت لكم كلهم ماكيولوبابيولار راش ما عدا واحده، الواحده دي هي السكارلت فيفر، هي عباره عن بابيولار راش. طبعا احنا خدنا في التشيكن بوكس ان هو برضو كان بابيولار راش وفيزيكلز وحاجات تانية كتير تمام. يبقى الاتنين دول السكارلت فيفر والتشيكن بوكس ما فيهوش ماكيولز، بادئين بالبابيول على طول تمام. التشيكن بوكس كانت بابيول وعماله تتحول لحاجات تانية، انما السكارلت فيفر بابيول بس ماشي بابيولار راش. طيب زي ما احنا عارفين ان الماكيول كانت بتبقى مش طالعه عن سطح الجلد، انما امين يا رب، انما البابيول بتطلع عن سطح الجلد. فبيقول لك انها بتبقى مديه الجلد كده ملمس زي الرمل ماشي، او الجوز سكن. عارفين جلد الوزة اللي هو بيبقى عباره عن حاجات طالعه كده فوق سطح الجلد تمام. تمام. فعلشان هي بابيول مديانه احساس الرمل، لو كان عندنا حاجه في حاجه اسمها ساند بيبر كده
تمام، احساس الرمل او احساس الايه، جلد الوز. تمام، بتاخد ايه بقى؟ قال لك ان الفيس بيبقى فلاشت، الفيس محمر وسبيل اريا اراوند ذا ماوس، يعني الفيس كل ده الماوس بتاعنا اهو ماشي، الفيس كله محمر بس الحته اللي حوالين الماوس دي بيل ما فيهاش حاجه. تمام تمام والراش ديت لما بتحط ايدك عليها كده وتتك عليها بتروح بلانشس، بتبيض. طبعا الراش لونها احمر، تمام، لما بتتك عليها كده بتبيض. تمام تمام تاني سكارلت فيفر. السكارلت فيفر دي من اللي عاملاها بكتيريا، قلنا نركز على اسم البكتيريا، جروب ايه بيتا هيموريتك ستريبتوكوكاي، هتقعد قد ايه؟ بصوا مش هي اسمها سكارلت فيفر، حرف الاس ده اقلبه خمسة، بصوا شبه الخمسة خالص. تمام، فنسكن من هنا ان الانكيوبيشن بيريود بتاعتنا قاعدة 5 ايام، والفيفر بتاعتنا اللي هي البرودروما قاعدة 5 ايام بس لو ما ادناهاش انتيبيوتيك، ولو اديناها انتيبيوتيك هتقعد قد ايه؟ هتقعد يوم واحد، يبقى ده خدناه من حرف الاس. طيب كلمة سكارلت فيفر ناخد ايه من كلمة فيفر؟ ان البرودروما بتاعتها عبارة عن فيفر بس، هاي فيفر. تمام تمام، خدنا الانكيوبيشن بيريود وخدنا البرودروما، نيجي للايه؟ نيجي للريش. الريش بتاعتنا قلنا عبارة عن بابيولز، عبارة عن ايه؟ عبارة عن بابيولز، عشان بس الاداة، الريش يا دكاترة عبارة عن بابيولز. تمام، فمديانا ملمس الايه؟ الرمل او ملمس جلد الوزة، وبيقول لك ان الفيس بيبقى فلاشد زي ما احنا شايفين كده بس على حوالين البق مفيش حاجه. هقول لكم على حاجه، تعالوا نظبط التسكيمه اللي قلناها كده. بصوا يا دكاتره، هي عندنا حاجه اسمها ايه؟ الديزيز اسمه سكارلت فيفر ماشي، خدنا من كلمه فيفر دي ان البرودروما بتاعتنا عباره عن فيفر، هاي فيفر، وخدنا من حرف الاس في سكارلت قلبناه رقم 5، وقلنا بيدل على حاجتين، الانكيوبيشن بيريود قعدت من 3 لـ5 ايام، وتاني حاجه بيدل عليها ان الفيفر بتقعد 5 ايام لو ما ادناهاش انتيبيوتيك، ولو اديناها انتيبيوتيك هتقعد ايه؟ هتقعد يوم واحد. تمام، خد بقى كلمه سكارلت دي على بعضها ماشي، سكارلت دي شبه كلمه سيكريت، سيكريت اللي هو ايه؟ اللي هو سر. من كلمه سيكريت دي هنقول ان احنا عندنا باب سري ما تقولش عليه لحد، ما تقولش عليه لحد، باب عشان نفتكر ان الراش بتاعتها بابيولز، بابيولر راش. تمام، باب سري عشان كلمه سيكريت اللي هي السكارلت. تمام، ما تقولش لحد. طب انا لما حد بيجي يتكلم بيقول بايه؟ بيقول ببقه واسنانه، امين يا رب، اللهم اجعلنا من المتقين، بيقول ببقه واسنانه. طيب ما تقولش لحد، يعني ما تخليش السر ده، عايزه بس ايه بص، ما تقولش لحد، يعني ما تخليش السر ده تقوله ببقك بالفم ماشي، ولا باللسان. طيب بالنسبة للفم هقوله ما تخليش السر ده يهوب ناحية الفم خالص، عشان كده يعني ما تخليش السر يهوب ناحية بقك. تمام، فناخد منها دي كناية عن ايه بقى؟ كناية عن ان احنا قلنا الفيس كله بيبقى فلاشت، تمام، ما عدا في بيل اريا حوالين الماوس، حاجة اسمها سيركم اورال بالور، يبقى الفلاش الفلاش دي فيس، الفيس كله هيبقى فلاش، الفيس كله هيبقى محمر بس الحمار ده مش هيجي ناحية البق، يبقى الحمار مش هيهوب ناحية البق، كذلك السر ما يهوبش ناحية البق. تمام، طب بالنسبة للسان هنتكلم عنه دلوقتي، احنا هنبوظ له لسانه علشان ما يقولش السر ده، وهنشوف ازاي هنبوظ له لسانه. خلاص خلاص يا دكاترة، يبقى هي دي التسكيمه بتاعه السكارلت فيفر، خدنا نكتب الكلمه تاني سكارلت فيفر، خدنا من كلمه فيفر دي ان البرودروما بتاعتنا عباره عن هاي فيفر بس مفيش برد. تمام، خدنا من كلمه من اول حرف من الاس بتاع السكارلت قلبناه رقم 5، وقلنا بيدل على حاجتين، ان الانكيوبيشن بيريود بتاعتنا بتقعد 5 ايام من 3 لـ5 ايام، وان الفيفر بتاعتنا بتقعد 5 ايام لو ما ادناهاش انتيبيوتيك، انما لو اديناها انتيبيوتيك هتقعد قد ايه؟ هتقعد يوم واحد. طيب ناخد من كلمه سكارلت على بعضها ان هي شبه كلمه سيكريت اللي هو سر ماشي، وقلنا ان هو عبارة عن باب سري ما تقولش عليه لحد،
باب بابيولر سري اللي هو سكارلت، تمام؟ ما تقولش عليه لحد، هقول بايه؟ لا بالبق لا باللسان، هنبوظ له لسانه خالص، تمام؟ وبقه هنخلي هنقول له السر ده ما يهوبش ناحيه بقك، تمام؟ كنايه عن ان الفيس كله بيبقى فلاجد محمر، تمام؟ ما عدا الحمار ده كمان ما بيهوبش ناحيه البق، فبيعمل حاجه اسمها سيركم اورال ايه بلر، تمام يا دكاتره؟ تعالوا بقى نقرا الداتا. بصوا يا دكاتره، سكارلت فيفر بوزيتيف اورجانيزم، زي ما قلنا نركز على الاسم جروب اي بيتا هيموريتيك ستريبتوكوكاي. الانكيوبيشن بيريود لما قلنا رقم 5 من 3 ل 5 ايام. البرودروما بتاعتنا هاي فيفر 4 5 دايز، 5 ايام مزود انتيبيوتيك تريتمنت، ولو ما خدش انتيبيوتيك تريتمنت هتقعد يوم واحد، تمام؟ متفقين احنا على الكلام. نكمل الراش بتاعتنا appears on the second day of the illness. طيب ال second day of the illness علشان تقريبا هو احنا قلنا ان ال incubation period بتاعتنا قعدت قد ايه؟ قعدت من 3 ل 5 ايام. بدأ ال illness اللي هو عبارة عن fever قلنا ان هي هتقعد 5 ايام من غير antibiotic، بس هو تقريبا هنا افترض ان احنا مثلا هنديها antibiotic فهتقعد يوم واحد، فالريش تظهر في اليوم التاني، حاجه زي كده. المهم زي ما قلنا باب سري فاين بابيولار راش، البابيولز ديت هتدينا احساس بالساند بيبر اللي هي دي، اقربها لكم شويه اهو يا دكاتره، احساس الساند بيبر ده كان في حاجه بارزه كده عن سطح الورقه دي، تمام؟ او الجوز سكن اللي هو جلد الوزه اللي هو ده يا دكاتره، ماشي؟ البابيولز اللي على سطح الجلد هتدينا نفس الاحساس ده، تمام؟ الفيس ابيرز فلاشد زي ما احنا شايفين كده، ماشي؟ ويز بيل اريا اراوند ذا ماوث سيركم اورال بلر، الحمار مش هيهوب ناحيه بقه زي ما السر هو كمان، او الباب السري ده ما مش هيقول لحد، يعني ده سر برضو مش هيقوله ايه، مش هيهوب ناحيه بقه، تمام؟ والراش دي بلانشز اون ايه، اون بريجر، تمام؟ بعد كده الكاركترستيك فايندنجز قال لك ايفيدنس اوف تونسيلايتس. يا دكاتره البكتيريا دي اصلا بتيجي علشان تعمل تونسيلايتس، تمام؟ البتاع دي اسمها ايه، جروب اي بيتا هيموريتيك ستريبتوكوكاي، بتيجي تعمل تونسيلايتس، ومشهور عنها جدا لو انتوا عارفين او لو خدتوا يعني ان هي لو العيان سابها ومعالجش التونسيلايتس دي هتبدا تجيله كذا مره كذا مره، والمناعه في الحاله ديت هيحصل برضو هتروح تهاجم أنسجة الجسم التانية، يعني هتهاجم البكتيريا وتهاجم أنسجة الجسم التانية فهتدمر الجسم لو ما تعالجتش، تمام؟ ودي هنقولها في الكومبليكيشنز. يبقى تاني جروب اي بيتا هيموريتيك ستريبتوكوكاي هي جاية أصلا في الأساس علشان تعمل تونسيلايتس، تمام؟ بناخد هنا إنها بتعمل لنا إيه كمان؟ بتعمل لنا راش كمان، تمام؟ تالت معلومة عنها إن هي لو ما تعالجتش المناعة بتاعتنا بتروح تضرب تشوز من الجسم، يعني بتشتبه فيها، يعني بتشتبه ان انسجة الجسم شبه ايه؟ شبه البكتيريا دي، حاجة اسمها كروس رياكشن، تمام؟ كروس رياكشن ده مسمينه حول مناعي، بدل ما تروح تهاجم البكتيريا بتروح تهاجم ايه؟ انسجة الجسم نفسها، فهتدمر لنا في انسجة الجسم شوية، ويعني هنقولها في الكومبليكيشنز، تمام؟ تمام. المهم يعني ان الولد ده اللي عنده السكارلت فيفر ده بيبقى عنده هيستوري اوف تونسيلايتس، جاله تونسيلايتس قبل كده، تمام؟ تعالوا بقى نتكلم عن الطنج بتاعنا. مش احنا قلنا عشان ما يقولش السر هنخلي السر ده ما يهوبش ناحيه بقه ولا لسانه؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك يا رب. تاني حاجه ان احنا بقى ايه، هنبوظ له لسانه عشان ما يعرفش يتكلم ولا يقول ان في باب سري، تمام؟ تعالوا نقرا بقى كده، بيقول لك ايه، early في الفيرست دي الطنج هاز a white coat with prominent بابيلي، حاجة اسمها white strawberry tongue في الفيرست دي، في أول يوم أو early يعني في البداية الطنج بيبقى لونه أبيض زي هنا كده، تمام؟ white coat tongue، ماشي؟ white strawberry tongue، يبقى أول يوم بيبقى ايه؟ white. then late بعد كده في الثيرد دي الطنج بتاعنا becomes red with prominent بابيلي، تمام؟ تمام. ريد سترو بيري تونج، هما الاثنين برومينانت بابيلي، البابيلي ظهر،
تمام. هنا الفرق بس انه ايرلي في اول يوم بيبقى وايت تانك، تمام. تاني يوم سوري تالت يوم اللي هو ليد بيبقى ريد، مش ثري 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 يعني تلاتة، خدي حرف الار اللي في ثري بريد، ماشي. ثري يبقى ايه؟ يبقى ريد، هيبقى ريد تانك، ريد ستروبري تانك، عامل زي الفراوله، تمام. هنا وايت ستروبري تانج ايرلي في اول يوم، وبعدين هنا ريد ستروبري تانج اللي هو ليت او في اليوم التالي. الهاند بيحصل فيها بيلينج اوف السكين، بيبقى في قشور كده، تمام يا دكاتره. نراجع تاني الراش بتاعتنا القصدف اورجانيزم، زي ما قلنا نركز على الاس، الانكيوبيشن بيريود رقم 5 من حرف الاس قلبناها 5، والبرودروما بتاعتنا الفيفر بتاعتنا 5 ايام برضو خدناها من حرف الاس. جينا بعد كده على الراش، قلنا خدنا من كلمه سكارلت، قلنا ان هو باب سري، فهي بابيور الراش عامله زي جلد الوز او احساس الرمل، قلنا عشان ما يقولش لحد ان في باب سري ما هنخليه ما يخليش السر ده يهوب ناحيه بقه، كنايه عن ان الاحمرار اللي في الوش مش هيهوب ناحيه بقه، فيعمل لنا حاجه اسمها سيركم اورال بلور. ما ننساش برضو ان الراش دي بتبيض لما حد بيعمل بريجر عليها. كاركترستيك فايندنجز، احنا عارفين اصلا البكتيريا دي في الاساس بتيجي تعمل ايه؟ بتيجي تعمل تونسيلايتس، تمام. وقلنا كمان عشان ما يقولش السر ده بلسانه هندمر له لسانه، ففي الفيرست داي او في ايرلي هيبقى وايت، وبعدين يبقى ريد، وهيبقى عامل زي الفراوله زي ما هو ظاهر في الشكل كده، والهاند هيبقى فيها قشور، تمام. تمام. ماشي يا دكاتره. ايرلي هي دي اساسا السلايد دي بتاعه الكومبليكيشنز، تمام. فالكومبليكيشنز اللي هي ممكن تعملها زي ما قلنا ان هي ايه، هتعمل لنا انفلاميشن في الجسم، وكمان من ضمن الكومبليكيشنز يعني في الاول كده زيها زي الفيروسات التانية كانت هتعمل ايه، هتروح تعمل لنا انفلاميشن في الجسم، تمام. ليه بقى بعد كده اللي انا بقول لكم عليه لما تتكرر كذا مره كذا مره، المناعه بقى بتروح تهاجم انسجه الجسم، تمام. هتعمل لنا حاجه اسمها اوتو اميون رياكشن او كروس رياكشن. تعالوا نقرا ايرلي البكتيريا هتعمل ايه، ما عليها انها تعمل انفلاميشن في الجسم. ف هتعمل مثلا ساينوسايتس، اوتيتس ميديا، الحاجات اللي احنا قلنا ايه، قلنا ان احنا ممكن نالف ماستيدايتس زي اللي في الصوره دي كده، سيرفايكال ليمفادينايتس اثر على الليمف نود، نيومونيا وبرونكو نيومونيا، تعمل منجايتس مثلا، برضو دي مش في الكتاب عندك يا دكاتره، تمام. تعمل اوستيومايلايتس تاثر على العظم، تعمل ايه، تعمل سيبتك ارترايتس تاثر على المفاصل وكده، تمام. فحاجات ممكن تتالف عادي، وزي ما قلنا ان فيروس بكتيريا لما يجي يعمل كومبليكيشنز هيعمل ايه، يعني هيعمل انفلاميشن، وحاجات ممكن نالف، تمام. تمام. الليت بقى قال لك الاوتو اميون رياكشن اللي احنا قلنا عليها اسبوعين او 3 ليتر، بعدها باسبوعين 3 يحصل حاجه اسمها ريوماتيك فيفر، ويحصل حاجه اسمها اكيوت بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفريتس. الريوماتيك فيفر ديت تاثر على القلب، وتاثر على المفاصل، تعمل فيهم انفلاميشن برضو، وتروح تهاجم الخلايا دي يعني، تمام. اكيوت بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفريتس تروح تاثر برضو على الكليه وتعمل فيها جلوميرولونيفريتس. هي دي الكومبليكيشنز اللي ممكن البكتيريا دي تعملها يا دكاتره. بعد كده هنتكلم عن، طيب تعالوا الاول نتكلم عن التريتمنت، تمام. العلاج بتاعنا مش دي بكتيريا، هنديها ايه؟ هنديها بنسل، ماشي. البنسلين بتاعنا هو الدراج اوف تشويز، it is given for 10 days. لو البيشنت بقى عنده حساسية من البنسلين بنديله اريثرومايسين. خلاص يا دكاترة، خلاص. يبقى البكتيريا ديت هي عبارة عن بكتيريا، نديها انتبيوتك. ايه هو الدراج اوف تشويز؟ بنسلين. ممكن دي طبعا تكون موضع ايه، MCQ، تمام. بيقول لك ان الجرعة بتاعت الاريثرومايسين بتبقى 40 ميلي جرام لكل كيلو جرام في اليوم، تمام. بيتاخد اورال طبعا، وبيتقسم 4 مرات فور 10 دايز، ان 4 divided doses فور 10 دايز، تمام. يبقى الجرعة بتاعته 40 ميلي جرام لكل كيلو جرام من الايه، من الجسم بردي. ده الاريثرومايسين لو حد عنده حساسية من البنسلين. طيب تعالوا بقى نتكلم عن الايه، عن الانفستيجيشنز بتاعتها. بص يا دكاتره، مش احنا قلنا ان البكتيريا دي اصلا بتيجي في الاساس علشان تعمل تونسيلايتس
تعمل بتأثر على اللوز، يعني تعمل فيها التهاب. فهيقول لك اول حاجة بالهيستوري بتاعته، يقول لك يا دكتور ده انا كان عندي، او الولد كان عنده ايه، كان عنده التهاب في اللوز وسخونية، صح؟ فايفيدنس اوف ستريبتوكوكال انفكشن، جات له ايه، جات له تونسولايتس، تمام. لما تيجي تاخد صورة كالتشر هتلاقي البكتيريا نفسها، الستريبتوكوكاي نفسها هتلاقيها، تمام. لما تيجي تعمل سي بي سي وتشوف في الدم هتلاقي اليوكوسايتوزس، خلايا مناعية طالعة عشان ايه، عشان تهاجم البكتيريا دي، تمام. الثلاثة دول بقى سبيسيفيك لمين؟ سبيسيفيك للبكتيريا دي اللي هو جروب اي بيتا هيموريتك ستريبتوكوكاي، بوزيتيف انتي ستريبتولايسين او تتر، تمام، بوزيتيف انتي دي ان ايز. البكتيريا دي بص يا دكاترة، مش عايزة بس ادوشكم بالتفاصيل بتاعتها، بس التلاتة دول يعني حاجات سبيسيفيك ليها قوي. هي البكتيريا بيبقى فيها حاجات وبتطلع حاجات الجسم بقى بيعمل لها، يعني بيهاجمها، تمام. فهنلاقي ان في حاجات مناعية من الجسم موجودة عشان تهاجم الحاجات بتاعة البكتيريا دي، تمام. فهنلاقي بوزيتيف انتي ستريبتولايسين او تتر، وبوزيتيف انتي دي ان ايز، وبوزيتيف انتي هيالويورينيز، تمام. نحفظهم يا دكاترة، بوزيتيف انتي ستريبتولايسين او تتر، بوزيتيف انتي دي ان ايز، تمام، بوزيتيف انتي هيالويورينيز. دي حاجات طالعة من الجسم عشان تهاجم البكتيريا دي بمكوناتها او بالحاجات اللي هي بتطلعها. خلاص يا دكاترة، كده احنا خلصنا السكارلت فيفر وسكمناها الحمد لله. تعالوا بقى نروح نعلم عليها. كده يا دكاترة احنا خلصناها. ممكن نراجع في السلايد دي كل حاجة خدناها ونقول بس شوية حاجات مميزة لكل حاجة فيهم سريعا كده. دي أسماء الفيروسات يا دكاترة. الميسلز ده فيروس الميسلز دي كان بيعمل لنا مرض اسمه ايه، مرض اسمه الميسلز. قلنا عن الميسلز ده الحاجة كاركترستيك ليه كانت ايه يا دكاترة، تفتكروا كده؟ الكوبليك سبوتس كانت كاركترستيك ليه، تمام. وقلنا كان في حاجة كمان ما قلناهاش في حاجة غيره خالص، ان احنا كنا بنعالجه بي اورال فيتامين ايه، كنا بنديله ايه، فيتامين ايه. هل الميسلز فاكسين كان ليه، سوري، هل الميسلز كان ليه فاكسين؟ كان ليه فاكسين، تمام. وقلنا بيعمل لنا حاجه كمان من الكلمات اللي كانت مميزه ليه، كانت ايه، البلاك ميسلز يا دكاتره. طيب بعد كده الروبيلا فيروس. الروبيلا فيروس ده اللي كان عامل لنا ايه، اللي كان عامل لنا الجيرمان ميسلز، اللي احنا قلنا هي عباره عن ميسلز خفيف. الجيرمان ميسلز دي اللي هي كانت ايه، المانيا، لما قلنا ان احنا قررنا ان احنا خططنا للسفر لالمانيا في كام اسبوع، في 3 اسابيع، دي اللي هي الايه، الانكيوبيشن بيريود، عشان نقعد هناك قد ايه، نقعد هناك 3 ايام، دي اللي هي المده بتاعه الريش، عشان كده سموه ايه، شاطرين يا دكاتره، 3 دي ميسلز، تمام. كاركترستيك فايندنج لي الجيرمان ميسلز اللي هي الايه، الليمفادينوباسي، لما قلنا ان احنا هنروح المانيا علشان ايه، علشان نلف ليمفادينوباسي، تمام. تمام كمان قلنا ان هي بتبقى الجيرمان ميسلز دي بتبقى خفيفه على الطفل، انما قاسيه على مين، على الجنين، عشان كده هتعمل لنا حاجه اسمها كونجنيتال روبيلا ايه، كونجنيتال روبيلا سندروم، اللي سكمناها كده او حاولنا نسكمها في حروف كلمه ايه، شي، تمام. وقلنا من الانفستيجيشنز الكونجنيتال روبيلا سندروم ديت ان الطفل هيقوم جاي عامل ايه، هنلاقي في جسم الطفل اميونو جلوبيون ام، تمام، طالع يهاجم الروبيلا دي، تمام. وسكمناها قلنا بما ان هي جايه له من الام، من المزر، فهو لما يجي يهاجمها هيعمل ايه، هيعمل اميونو جلوبيولين ام، تمام. الفيروس اللي بعد كده يا دكاتره اللي هو الهيومن هيربس فيروس رقم 3 ده، سوري، رقم 3، الفيروس الثالث، هيومن هيربس فيروس 6، تمام. هيومن هيربس فيروس 6 ده اللي عمل لنا ايه، الروزيولا انفانتوم، وقلنا كلمه، خدنا من كلمه روزيولا ايه، كلمه روز، وقلنا عباره عن ورده ايه، حمراء، علشان كده الحمار ده يفكرنا بالايه، بالفيفر، ان البرودروما بتاعتها عباره عن فيفر، ممكن توصل لكام درجه سيلسيه يا دكاتره، ل 41. تاني حاجه قلنا ان الكومبليكيشنز بتاعتنا بسبب ايه، بسبب الفيفر هتعمل لنا ايه، كونفولجنز، تمام. تالت حاجه حتى التريتمنت بنركز فيه على الايه، على الفيفر، اهم حاجه ان احنا ننزل الفيفر العاليه دي، امين يا رب، اللهم اصلح قلوبنا جميعا. بعد كده خدنا كلمة انفانتم، وخدنا من كلمة انفانتم دي ان هو، خدنا الكلمة كلها قلنا ان هو بيبقى طفل ايه، صغير، من 6 شهور لحد كام يا دكاترة، 2 سنين. وخدنا من حرف الاي اللي في انفانتم ايه، رقم 1. خدنا ان الانكيوبيشن بيريود اسبوع 1، وحتى الراش بتاعتنا بتقعد ايه، بتقعد يوم 1، تمام يا دكاترة.
بعد كده دخلنا على رقم 4 البارفو فيروس، رقم سوري بارفو فيروس بي 19، ده اللي كان عامل لنا ايه الإريسيما انفكشيوزم. لما سكمناها وقلنا بارفو، خدي من كلمة بارفو ديت البي والاي والار كأنها بره، فالطفل ده خرج بره وراح الايه السيما، كان خرج بره في يوم ايه في يوم غير حار، دي كناية عن ان ايه عن ان مفيش فيفر، تمام. فمامته عملت له ايه، ضربته قلم، سلابد ايه سلابد تشيكس، تمام سلابد تشيكس، تمام. وقلنا ان البارفو فيروس ده كان مشهور ان هو بيعمل ايه ابلاستيك كرايسيس، صح ولا ايه دكاتره؟ صح. بعد كده دخلنا على التشيكن بوكس، مين اللي كان عامله اسم ده التشيكن بوكس ده اسم بقى الديزيز اللي عامله بقى الفاريزيلا سوستر فيروس، اللي هو كان هيومن هيربس فيروس رقم كام يا دكاتره؟ رقم 3، تمام. طيب قلنا التشيكن بوكس ده قلنا ان هو بيبقى عباره عن حرفيا كده تشيكن بوكس، يعني بوكس فيه ايه فيه كتاكيت، والكتاكيت دي مختلفه الاشكال والانواع، مختلف متنوعه، قلنا متنوعه الاشكال عشان ناخد من كلمه متنوعه كلمه ذري، فنفتكر الفيروس بتاعه اللي هو فاريسيلا، وكلمه الاشكال ناخد منها ايه بوليومورفيك ايه راش، لما قلنا ان هي بتبقى بابيولز تقلب فيزيكلز تقلب باستيولز تقلب كراستس وكده. وبما اننا جبنا سيره كراستس فنعرف ان ما بقاش معدي، لما يعني لما كل عليه الصلاه والسلام، كل ما الراشز دي كل الراش كل الحبوب دي تقلب قشور، خلاص كده ما بقاش ايه ما بقاش معدي يا دكاتره. وقلنا لما جبنا الكتاكيت دي حطيناها في البوكس، حطيناها في النص وكل كتكوت راح لحاله، فده اللي هو يذكرنا بالايه سنتريبيدال ديستريبيوشن يا دكاتره، تمام تمام بعد كده قلنا انها من الكومبليكيشنز بتاعتها ممكن تعمل حاجه اسمها ديسيمينيتد ايه فاريسيلا، وان هي حاجه فيتال تاثر على المخ وتعمل انكيفالايتس وتعمل هيموراجيك ليجنز وتاثر على كانت مؤثره على ايه تاني على الرئه، عملت نيومونيا. وما ننساش الري سندروم يا دكاتره، ما ننساش الري سندروم، حتى كنا قلنا ان الكتاكيت دي بتعمل ايه بتعمل صداع، كانت عامله لنا هيديك وانوركزيا وفيفر، ماشي. عشان كده انا بس ما ينفعش امشي الحاجات دي بايه باسبرين، ما ينفعش امشيها باسبرين علشان ايه علشان الري سندروم اللي كانت بتاثر على القلب وتاثر على سوري بتاثر على الليفر وتاثر على المخ، تمام يا دكاتره تمام. خدنا بعد كده السكارلت فيفر وسكمناها، قلنا يا دكاتره خدنا من حرف من حرف الاس اللي في سكارلت ان الانكيوبيشن بيريود بتاعتنا 5 ايام، وان الفيفر بتاعتنا بتقعد 5 ايام لو ما ادناهاش انتيبايوتيك، وخدنا من كلمه فيفر ان البرودروما بتاعتنا عباره عن ايه عباره عن فيفر، تمام. والفيفر بتاعتنا دي بتبقى ايه بتبقى هاي، وخدنا من كلمه سكارلت كلها على بعضها انها كلمه سر، وقلنا خدنا من كلمه سر بقى دي باب سري ما تقولش لحد عليه، باب سري باب يولر، تمام. ولان كل اللي احنا قلناهم فوق الميس والروبيلا والهيومن هيربس فيروس والبارفو كلهم ماكيولو بابيولر ريش ما عدا التشيكن بوكس متنوع، والسكارلت فيفر او البيتا هيموريتيك ستريبتوكوكاي دي هتعمل لنا ايه هتعمل لنا بابيولر، باب سري ما تقولش لحد عليه، ما تخليهوش يهوب ناحيه بقك اللي هو سيركم اورال بلور، وهنبوظ لك لسانك عشان ما تتكلمش بيه وتقول السر ده، تمام. خدنا الكومبليكيشنز بتاعتها يا دكاتره انها تعمل انفلاميشن، وخدنا الليت كومبليكيشنز ان المناعه هتعمل كروس رياكشن وتروح تهاجم الايه وتروح تهاجم الجسم كله، تمام. وزي ما قلت يا دكاتره الموضوع كله معتمد على شطارتكم، وانكم تقرروا عايزين تقرروا شرح الفيديو ماشي، عايزين تقرروا يعني انتوا تراجعوا الشابتر كذا مره ماشي، بس هو معتمد على شطارتكم انتوا في الحفظ، تمام. اتمنى اكون سهلت عليكم على قد ما اقدر، فلو سهلت حاجه عليكم يا ريت تدعوا لي، ولو قصرت في حاجه اعذروني. بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الفيديو الجاي ان شاء الله هتبقى اسئله على الجزئيه اللي احنا خدناها دي، عشان بس مش عايزه اكمل علشان الفيديو طول، هتبقى اسئله على الجزئيه اللي احنا خدناها دي، وهنتكلم عن حاجه بسيطه خالص وخلاص. ربنا معاكم يا دكاتره.